هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة. كلمتين وبس. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم السبت أول أيام الأسبوع الموافق 23 سبتمبر 2023. في الحقيقة واحنا بنتكلم على يوم 23 سبتمبر تحديدا، هو اليوم اللي بيصادف اليوم العالمي للغة الإشارة، وده اللي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2017 علشان تأكد على أهمية لغة الإشارة في حياة الملايين من الأشخاص الصم وضعاف السمع، وكمان زيادة الوعي بحقوق واحتياجات هذه الفئة تحديدا من الأفراد في المجتمعات، لأن اللغة دي بتوفر وسيلة آمنة للتواصل وكمان تعليم وثقافة لحوالي بنتكلم في 70 مليون شخص أصم في جميع أنحاء العالم. ومن هنا جه أهمية اليوم ده تحديدا يا جماعة. بالتأكيد يا أحمد، الحقيقة أن لغة الإشارة بجانب أنها جزء من التنوع الثقافي واللغوي، هي في الأساس جزء أصيل من حقوق ذوي الهمم اللي بيعانوا من مشكلات سمعية. عشان كده اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتؤكد على أهمية استخدام لغات الإشارة وتعزيز تعلم هذه اللغة عشان سهولة التواصل معهم، سواء كان في المؤسسات الحكومية أو حتى التعليمية، كمان في الحياة العامة. والحقيقة أحمد، يمكن أنا بالنسبة لي أعتقد أنه لغة الإشارة لازم تكون أو تدرس في المدارس زيها زي أي لغة، لأنها طريقة تواصل. يعني دي نقطة مهمة جدا يا جمانة، لأن لغة الإشارة احنا اتكلمنا أن موجودة في يعني المجتمعات وبتوصل لحوالي 70 مليون شخص، لكن هي مش لغة واحدة، في أكتر من لغة للإشارة تحديدا على مستوى العالم. لغات كتيرة جدا موجودة للإشارة، بتختلف مع اختلاف الثقافات، اختلاف المجتمعات كمان، لكن علشان كده قدروا اللي هم يتواصلوا إلى إيجاد لغة إشارة دولية. اللغة دي بتساعدهم في التواصل في حالة بقى السفر للخارج، التعامل مع أشخاص من مجتمعات أخرى، فهي لغة واحدة تقدر تجمع كل يعني ذوي تحديدا. بنتكلم هنا على لغة واحدة بتوصل لكل خاص يعني أو كل شخص أصم تحديدا يقدر له يتعامل بهذه اللغة. يمكن مجموعة صغيرة من العلامات هي اللي بتحتوي هذه اللغة الواحدة اللي قرروا اللي هم يوحدوها علشان تقدر تنتشر ما بين الصم والبكم على مستوى العالم تحديدا. وده لو هيعكس شيء أحمد، فهو هيعكس أهمية نشر ثقافة لغة الإشارة على المستوى الدولي كمان المحلي. لو هنتكلم على مصر تحديدا، أعتقد أن احنا مؤخرا الحقيقة بدينا ناخد خطوات كبيرة بتؤكد على أهمية نشر ثقافة لغة الإشارة. فعلى سبيل المثال بقينا بنشوف كل الفعاليات المهمة بيتواجد فيها مترجم للإشارة لنقل الفعاليات والأحداث للأشخاص ذوي الهمم. احنا النهاردة في صباح الخير يا مصر هيكون عندنا فقرة خاصة ومهمة عن اليوم العالمي للغة الإشارة. صباح الخير على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.
صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وقبل ما نبدأ أول فقراتنا زي ما احنا متعودين نروح نصبح على زميلتنا ميرنا إيهاب ونعرف منها آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الخير يا ميرنا. صباح الخير يا ميرنا. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير يا أحمد. خلوني أكلمكم عن أحوال الطقس النهاردة. خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حر نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في نشاط لرياح على بعض المناطق وشبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة حرارة في القاهرة النهاردة هتسجل 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان وهتسجل 40 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح وهتسجل 30 درجة. ونتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية. وكعادتنا في صباح الخير يا مصر دايما بنبدأ مع حضراتكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. ومن أهمها من امبارح قطاع الأمن المركزي نظم حملة للتبرع بالدم شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة القطاع، ده ضمن اهتمام وزارة الداخلية بملف الأمن الإنساني وتوجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين بكل المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان. امبارح كمان مصر شاركت باعتبارها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ في الاجتماع الاول لكوب 28 تحديدا للمؤتمر الخاص بالمناخ، ويمكن تم خلاله مناقشه اليات تيسير المفاوضات لأجندة المناخ وسبل تنفيذ اتفاقية باريس وبروتوكول كيوتو. ويمكن كان في تفاصيل كتيرة في هذا الاجتماع، خلونا نتعرف عليها من خلال هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها إن قطاع الأمن المركزي بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة نظم حملة للتبرع بالدم شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة القطاع، وتولي وزارة الداخلية اهتمام خاص بملف الأمن الإنساني من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكل المحافظات وصرف الأدوية ليهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم خصوصاً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى حتى لا يتكبدوا أي مشقة، مع توفير أماكن لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية. امبارح شاركت مصر باعتبارها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ في الاجتماع الأول لمؤتمر كوب 28 مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ، وده لمناقشة آليات تسيير المفاوضات لأجندة المناخ وسبل تنفيذ اتفاقية باريس وبروتوكول كيوتو. تضمنت الجلسة مشاورات غير رسمية على المستوى السياسي مع الأطراف والمجموعات ضمن فعاليات الدورة 15 من أسبوع نيويورك للمناخ اللي بيعقد خلال الفترة من 17 ل 24 سبتمبر الجاري تحت شعار نحن نستطيع نحن سنفعل. امبارح وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً بكافة محافظات الجمهورية، نظمت جمعية رسالة للأعمال الخيرية إحدى كيانات التحالف معرض لتوزيع ما يزيد عن 7800 قطعة ملابس بالإضافة لعدد كبير من الشنط والأدوات المدرسية على أكثر من 3000 مستفيد من أبناء محافظة الجيزة. نروح دلوقتي لأخبار المحافظات، والبداية من محافظة دمياط اللي تم فيها دعم 300 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية تزامناً مع اقتراب العام الدراسي الجديد. أما في جنوب سيناء فتم تنظيم سباق شرم الشيخ الدولي للدراجات بمشاركة 30 دولة عربية وأوروبية، ويمكن أنه ده تحديداً من السباقات بيكون هدفه ترويج للسياحة أكتر يعني. طبعا بكل تأكيد يا أحمد. الحقيقة نروح من جنوب سيناء كمان للشرقية اللي تم إعلان فيها عن تحصين 189 ألف طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية. أما في الوادي الجديد فتم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للخارج. تفاصيل وأخبار أكتر من المحافظات في سياق هذا التقرير. مع
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في دمياط أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي عن إطلاق مبادرة التضامن وأهلا بالمدارس لتقديم الدعم للأرامل من الفئات الأولى بالرعاية ممن لديهم بحد أدنى 3 أبناء بمراحل التعليم المختلفة على مستوى المحافظة، وده بعدد 300 أسرة، وبيشمل الدعم المقدم مبلغ نقدي وكوبون استلام الزي المدرسي وشنطة وأدوات مدرسية، كما سيتم التوزيع من خلال 11 إدارة اجتماعية وبالتعاون مع الوحدات المحلية. بجنوب سيناء انطلقت إشارة البدء لسباق شرم الشيخ الدولي للدراجات من أمام مسجد السلام ومتحف شرم الشيخ بحضور القنصل العام الفرنسي ومشاركة 400 متسابق يمثلون 30 دولة عربية وأوروبية. في الشرقية حصنت مديرية الطب البيطري 189 ألف طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية للحفاظ على الثروة الداجنة، كما تم تنظيم 513 ندوة وجولة إرشادية لتوعية المواطنين. في الإسكندرية شهدت المحافظة افتتاح المعرض الخيري وورش العمل المقامة لتدريب السيدات على التوعية الطبية وريادة الأعمال ضمن فعاليات حملة رحلة 1000 كيلومتر بمشاركة 21 عارضة لعرض منتجات الحرف اليدوية وبمشاركة 150 متدربة و50 رائدة اجتماعية. في الوادي الجديد أكدت المحافظة على استمرار العمل بالمرحلة الثانية من مشروع إمداد مدينة الخارجة بالغاز الطبيعي بضخ الغاز للمتعاقدين بحي 25 يناير البالغ عددهم 700 عميل حتى الآن، وده بعد الانتهاء من مد خط الضغط المتوسط المغذي للقطاع. في كفر الشيخ يشهد مبنى المجمع بقرية الدويدة بقومسيون غرب التابعة لمركز مطوبس رفع كفاءة مشغل خياطة ومصنع سجاد نصف آلي، وده في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية. في سوهاج بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال التشغيل التجريبي لتوسعات محطة معالجة صرف صحي طهطة بتكلفة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه، وتم إنشاء المحطة على مساحة 15 فدان وتبلغ طاقتها التصميمية 40 ألف متر مكعب لكل يوم، وده بهدف التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وللحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. في المنيا سلم برنامج فرصة 13 ماكينة خياطة حديثة وأقمشة متنوعة ومستلزمات خياطة ل 13 مستفيدة، وتم عمل دورة تدريبية كاملة مجانية لمدة أسبوع على الخياطة والتعامل مع الماكينات لضمان الاستخدام الأمثل من قبل المتدربات من المستفيدات من البرنامج، وده من أجل تقديم كافة التيسيرات للمبادرات والبرامج اللي بتعمل على خلق فرص عمل خصوصاً للشباب والمرأة. فقراتنا ما زالت مستمرة مع حضراتكم لحد الساعة 10 صباحا، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع جدا نرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا. استنونا. بنصبح لحضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ميرنا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أخبار الطقس النهاردة إيه؟ إحنا النهاردة طبعا هنبدأ نشعر بارتفاع طفيف جدا في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، هيكون بمعدل درجة لدرجتين عن الأيام الماضية، لأن هيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي ده هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير وخاصة فترة الظهيرة، فبالتالي هنحس أن درجات الحرارة فيها ارتفاع، ويمكن كمان هيكون على مدار هذا الأسبوع ارتفاع في قيم درجات الحرارة بمعدل من درجتين لثلاث درجات، لأن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى هتكون 34 درجة مئوية، لكن طبعا هي مش ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة، فبالتالي هنحس بالأجواء الحارة فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط وأيضا محافظات شمال الصعيد، أجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء داخل فترات النهار، لكن مع فترات الليل وغياب أشعة الشمس هيستمر معنا إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة، واللي بيكون ملحوظ أكتر في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، لأن فترة الليل بقت طويلة بيبدأ يحصل انخفاض في درجات الحرارة بالشكل الكبير، وبدأنا نحس إن درجات الحرارة فترة الليل وخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر منخفضة بالشكل الكبير. أجواء لطيفة تماما في معظم محافظات الجمهورية، الصغرى هتظل 24 إلى 23 درجة مئوية على المناطق الشمالية خلال فترات الليل،
خاصة كمان إنه في بعض الأماكن من الجمهورية زي السواحل الشمالية الغربية وسيناء وبعض المناطق من شمال الصعيد هيكون عليها نشاط نسبي للرياح، هو مش نشاط قوي للرياح، هو نشاط نسبي هيقلل إحساس بنسب الرطوبة بتبقى موجودة في الجو، فبالتالي هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة خاصة فترات المساء وساعات الليل. الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة معانا خلال فترات الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر واللي بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، واللي ممكن تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء، يعني كثيفة يعني ممكن الرؤية تنخفض بشكل ملحوظ، فلازم ناخد بالنا، لكن هي إن شاء الله يعني تتلاشى أو تختفي مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا الساعة 7-8 صباحا تدريجيا الشبورة المائية هتبدأ تختفي، الرؤية الأفقية هتتحسن على أغلب الطرق، ويمكن الحمد لله الأحوال الجوية اليوم مستقرة تماما في معظم محافظات الجمهورية، صحيح، وتكون كمان مستقرة على مدار هذا الأسبوع كله، يعني ما فيش أي تقلبات جوية الحمد لله، هي الشبورة المائية هي مكملة معانا على مدار هذا الأسبوع كله، وفقط الارتفاعات الطفيفة جدا في قيم درجات الحرارة، فعشان كده احنا هننصح كل قائد المركبات والمسافرين على الطرق لازم تكون القيادة بهدوء تام فترة الصباح الباكر أثناء تكون الشبورة المائية، مهم كمان ان احنا بقدر الإمكان فترة الظهيرة نتجنب فيها أشعة الشمس المباشرة، لأن تعرضنا لأشعة الشمس ممكن يخلينا نحس بقيم درجات حرارة أعلى. بالإضافة كمان مهم جدا أن احنا نتابع النشرات الجوية، لأن احنا خلاص اليوم بدأنا فصل الخريف. صحيح، بالضبط، فصل الخريف دايما معروف بتقلباته الجوية الحادة والسريعة والتغير الكبير في خرائط الطقس من يوم للتاني. طيب يا دكتور، أنا كنت لسه يعني هسأل حضرتك عن تقلب الطقس، يعني امبارح كان في توقع بأنه هيكون في أمطار بالليل، ده هيفضل مكمل معانا ولا لأ؟ هو ما فيش أي توقعات لفرص الأمطار تماما في أي منطقة من مناطق الجمهورية ولا أمس ولا حتى كمان اليوم وعلى مدار هذا الأسبوع كله، لأن احنا في مرتفع جوي بيأثر علينا في طبقات الجو العليا، المرتفع ده بيمنع تكون السحب اللي ممكن تأثر علينا بوجود أمطار، فبالتالي ما فيش أي فرص لسقوط الأمطار الحمد لله، وزي ما قلنا هي الظاهرة الجوية الوحيدة اللي معانا اليوم وعلى مدار على الأقل 72 ساعة قادمة إن شاء الله هي الشبورة المائية. لكن الشبورة المائية في فصل الخريف ككل بتبدأ كثافتها تزيد، يعني تبدأ تأثر على الرؤية الأفقية مش زي الشبورة اللي احنا كنا بنشوفها في فصل الصيف، بالإضافة كمان زي ما قلنا في الأول الخريف بيحصل فيه بعض التقلبات الجوية، عشان كده احنا بنقول مهم ان احنا يوميا قبل ما نخرج من البيت يبقى عندنا ثقافة متابعة النشرة الجوية. صحيح. دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك. دلوقتي خلونا نتابع مع بعض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. خلينا نبدأ بمحافظة القاهرة واللي هتسجل في العظمى 34 درجة والصغرى 25، العاصمة الإدارية 34-25، الأسكندرية 31-23، العلمين الجديدة 30-22، ومطروح 30-20. أما بالنسبة لمحافظة دمياط فهتسجل العظمى 31 درجة والصغرى 25، بورسعيد 31-25، والإسماعيلية 35-24. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى هتسجل 34 درجة والصغرى 24، العريش 32-25، سانت كاترين 32-16، وطابة 34-25، وبالنسبة للحلايب فالعظمى هتسجل 34 درجة والصغرى 27. بالنسبة للشلاتين فالعظمى هتكون 37 درجة والصغرى 27، شرم الشيخ 37-27، الغردقة 37-26. أما بالنسبة للفيوم فدرجة الحرارة العظمى هتسجل 35 درجة والصغرى 24، بني سويف 35-23، الوادي الجديد 39-24، أسيوط 36-23. أما بالنسبة لسوهاج فالعظمى هتسجل 36 درجة والصغرى 23، إنا 39-25. بالنسبة للأقصر فالعظمى هتكون 40 درجة والصغرى 25، أسوان 40-26. دلوقتي انتهت درجات الحرارة، خلونا نرجع لجمانة وأحمد. شكرا جزيلا يا ميرنا. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان المباريات اللي هتتلعب في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي. ما
بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم فتح مرحلة التحويلات لتقليل اغتراب طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وشهادة النيل الدولية، وهيستمر 3 أيام تنتهي الاثنين المقبل للتحويل لكليات مناظرة وغير مناظرة، وفي حدود النسبة المقررة 10% ووفقاً للطاقة الاستيعابية عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني. النهاردة وفقاً لما أعلن عنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، هيبدأ فصل الخريف لهذا العام الساعة 9:49 صباحاً، وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء، ويستمر حوالي 89 يوم. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 5 مباريات قوية في إطار الجولة 6 من عمر المسابقة. هيلتقي مانشستر سيتي مع نوتنغهام فورست الساعة 5، في نفس التوقيت هيلتقي كل من كريستال بالاس مع فولهام ولوتون تاون مع ويلفرهامبتون، وفي 7:30 هيلتقي برينتفورد مع إيفرتون، وفي 10 ليلا هيلتقي مانشستر يونايتد مع بيرنلي. امبارح اختتم المؤتمر العلمي السنوي 9 لأمراض الصدر والعلاج بالتبريد، واللي شارك فيه 85 عالم بالإضافة ل 450 طبيب من أساتذة أمراض وجراحات الصدر في مختلف الجامعات المصرية. يمكن المؤتمر كمان ناقش آخر المستجدات الخاصة بالعلاج بالتبريد ورفع الكفاءة العلمية للكوادر الطبية. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ الصدر والمناظير ورئيس قسم الصدر بكلية الطب جامعة الإسكندرية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ أحمد، إزاي حضرتك؟ أستاذ جمانة، إزاي حضرتك؟ أهلا يا فندم، صباح الخير. وإزاي أستاذ المشاهدين؟ أهلا بحضرتك دكتور. عاوزين نتكلم أكتر عن أهمية عقد مؤتمر أمراض الصدر والعلاج بالتبريد، ويعني إيه علاج بالتبريد؟ لأن يمكن ظهر مؤخرا ويمكن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بنشوف الإحماءات كمان اللي بيعملوها لعيبة الكورة من خلال العلاج بالتبريد. طبعا هو العلاج بالتبريد مش قاصر بس على أورام الرئتين، ده بيستخدم في كل المجالات، زي مثلا الأمراض الجلدية العلاج بتاعها والأورام، الكلى، الكبد، حتى الإصابات الملاعب، ده من الحاجات الممتازة ممتازة ممتازة. لا. ودلوقتي حتى بدل لو تفكر حضرتك في حاجات التخسيس لا شط الدهون وكده، فبقى في أجهزة للتبريد إن هي بتقلل خالص الدهنيات، ففي كل التخصصات موجودة. عشان كده في الجمعية الدولية العالمية للتبريد، مش للصدر بس، ده كل المهتمين من الأطباء باستخدام علاج التبريد في كل المجالات. نعم. يعني دكتور، حابين برضو نعرف من حضرتك بالنسبة للعلاج بالتبريد، حضرتك بتقول ان احنا ممكن نستخدمه لعلاج امراض عديدة، لكن عايز اعرف من حضرتك نسبة النجاح او نسبة التعامل بالتبريد في مصر اصلا وصلت قد ايه، ونسبة نجاح العلاج بهذه الطريقة قد ايه؟ هو بص حضرتك، بالنسبة لنا احنا كأورام في حاجتين، يا أورام حميدة اللي هي زي مثلا كأس الدهنية والحاجات اللي بتظهر في الشعب الهوائية، أو الأورام الخبيثة. بنسبة الأورام الحميدة دي الشفاء 100%، لأن حضرتك بنعمل تجميد للورم وبعد كده إزالته تماما. لكن بالنسبة للأورام الخبيثة، لو هو بالنسبة له في الأول خالص، فبنعمل عمليات إن هو مثلا يشيل فص من الرئة، ممكن يشيل الرئة كاملة، ودي بتبقى أساسة جراحة الصدر. لكن بالنسبة لنا إحنا لو المريض خلاص ملوش العمليات بقى وقالوا لا خلاص ما ينفعش، فكان زمان قبل العلاج بالتبريد بيقعد يكح ويجيب بفق دموي كتير، يحصل لهجان جامد قوي، وما كانش ليه غير العلاج الكيماوي والجلسات اللي هو برضو بيفيد كويس جدا. لكن في أورام ما بتستجبش للكيماوي والجلسات، وطبعا عدت مرحلة العمليات، ففي هذه الحالة بقى العلاج بالتبريد هو اللي بيجيب نتائج كويسة جدا. فبيعمل تجميد للورم الخبيث وبيقلل انتشاره، وبيعمل لو حصل مثلا ان في سدة في الشعب الهوائي وحصل فيه انكماش في جزء من الرئة أو كل الرئة، ما شاء الله بتفتح تاني المسارات الهوائية ويرجع تاني يتنفس كويس جدا، ويبقى البصق الدموي يقل قوي قوي قوي، والتهابات الرئوية بتخف كتير جدا، وحالات كتير الحمد لله الحمد لله اتحسنت كويس قوي الحمد لله. طيب دكتور أحمد، يمكن الفكر الخاطئ لدى الغالبية العظمى إن فكرة اللي أنا أدخل الغرفة دي درجة الحرارة فيها يعني بتبقى تحت الصفر بدرجات كبيرة جدا، البعض بيتخوف من فكرة انخفاض درجة الحرارة الشديد ده قد يؤدي إلى وقف الأجهزة أو توقف الأجهزة الحيوية للجسم، ترد عليهم تقول لهم إيه وإزاي تطمئنهم؟ هو
احمد الحته دي مش يعني مش هو ده العلاج بتاعنا، لكن هنا اللي هو العلاج بالتبريد ده حضرتك بيستخدمه الغرف وماينس 40 و60 ده لما بنقول عايز الحاجات الحيويه للجسم. يعني ايه؟ انا ما عنديش مرض بس انا عايز اعمل زي ساونا، فدي بتعمل حاجه كويسه جدا وبتحفظ كل الاجزاء، فدي بقى بيستخدموها دلوقتي حضرتك كحاجه وقائيه مش علاجيه، لان هو بيدخل فعلا زي ساونا كده وبيبقى نشط كويس قوي. عرفوها ازاي بقى حضرتك؟ لو تعرف اللي هم سكان الاسكيمو، سكان الاسكيمو دول عمرهم ما بيجي لهم ولا امراض دم ولا جلطات في الرئه ولا جلطات في الدم ولا جلطات في القلب ولا ارتفاع انخفاض درجات الحراره. فبداوا ياخدوا الفكره دي، قال لك طب الاسكيمو بياكلوا الاسماك وفي نفس الوقت ما بيحصلهمش اي مشاكل خالص وبيعيشوا مده طويله جدا، فبداوا يستخدموا كده. لكن احنا بالنسبه لنا في التبريد في الشعب الهوائيه، طبعا دي بتبقى الشعب الهوائيه رفيعه جدا، فبندخل عن طريق المنظار، وطبعا ما فيش فتحه ولا حاجه، احنا بندخل مثلا عن طريق الفم او الانف للشعب الهوائيه، بندخل لغايه مكان الورم، وبعد كده عن طريق المنظار بندخل المجس بتاع التبريد ونبدا بقى نعمل تبريد وتجميد للورم. فدي من الحاجات الكويسه، وساعه والعين يروح بيته. طب دكتور، الحقيقه انه مجال الطب من اهم المجالات اللي لازم طول الوقت الكوادر الطبيه كلها تكون متابعه جيده للمستجدات اللي بتحصل طول الوقت والتكنولوجي حتى الجديده اللي بتقدم في العالم كله. بالنسبه للمؤتمر، يعني اكيد المؤتمر ناقش عديد من الابحاث العلميه المهمه لامراض الصدر وجراحه الصدر، ايه الجديد في هذا المجال يا فندم؟ هو كان من ضمن الجلسات العلميه الجديد في تليفات الرئه، لان عارفه حضرتك الحمد لله ان جامعه عين شمس بدات ان هي تعمل حاجه اسمها استئصال للرئه وزرع رئه جديده. فدي برضو كان ما لهمش حل المرضى زمان، كان بيبقى في تليفات في الرئه وبعد كده ياخد علاج ويطول العلاج بيتحسن، لا ما بيتحسنش او بيفضل بقى طول عمره على الاكسجين الخارجي. فبنخشنا ازاي بقى نستخدم الادويه الحديثه وفي نفس الوقت ان انا ممكن بدايه زي ما عين شمس بداوا يسلكوا مسلك زرع الرئه، ان احنا جامعه اسكندريه تبدا في زرع الرئه عن طريق ان كان معانا اساتذه جراحه الصدر. فده جزء. الجزء الثاني السده الرئويه وفي نفس الوقت الرب الشعبي والحساسيه الصدر. ناقشنا برضو في ارتفاع شريان الضغط الرئوي، ده برضو كان زمان يعني ما كان الادويه بتبقى قليله جدا، دلوقتي الحمد لله وكان معانا اساتذه من معهد القومي للقلب واساتذه من عين شمس والقاهره، فكانوا دول سباقين، زائد الاكاديميه الطبيه العسكريه للجيش، دول من الناس السباقين في هذا العمل في ارتفاع شريان الضغط الرئوي. فالحمد لله ناقشنا على مدار ساعه ازاي استخدامات الادويه والاجهزه الحديثه في هذا المجال. لا. الحاجه بقى اللي بعديها بقى حضرتك، احنا عملنا ورش عمل كويسه جدا لشباب الاطباء، لان عارف حضرتك لو هو مثلا سافر بره واحد او اتنين بيسافر، لكن لو احنا جبنا العلماء اللي داخل مصر احنا عملنا ورش العمل. دي نقطه مهمه جدا يا دكتور. طبعا يحضرها 60 طبيب من شباب الاطباء، حضرتك حضر 130 طبيب، وطبعا ما قدرناش نقول لهم لا اتفضلوا، وده ويسعدنا جدا طبعا ان شباب الاطباء يتعلموا يرجعوا للمستشفيات بتاعتهم يعلموا اكثر واكثر وهكذا، وعشان نحد بقى من الهجره شويه. صحيح. دكتور، يعني حضرتك تحدثت عن فكره كمان مناقشه والبحث العلمي توصل لايه واخر الاجهزه التكنولوجيه الحديثه المستخدمه، لكن في الحقيقه لو انا عندي العلم وعندي الاجهزه الحديثه مش هقدر ان انا اتعامل بيها من غير ما يكون عندي كادر طبي مميز ومدرب على استخدام هذه الاجهزه. ازاي قدرتوا ان انتوا تتوصلوا لرفع كفاءه الاطباء لاستخدام التكنولوجيا الحديثه؟ هو حضرتك احنا كاستاذه في الجامعه ده دورنا ان احنا نعلم الناس كلها، وده زكاه العلم. فارجع لو تفتكر حضرتك احنا الجهاز بتاع تخطيط الاورام والتبريد في جامعه اسكندريه الله يرحمه صلاح سرور استاذنا هو اللي علمنا، وسافرنا انجلترا اتعلمنا ورجعنا تاني لمصر سنه 98. بعد كده احنا كنا اول ناس في الشرق الاوسط. بعد كده رحنا جامعه القاهره، وانا طبعا شرف ليا ان انا كنت اروح اعلم اخواتي هناك، وبعد كده عين شمس، وبعد كده اسيوط، وبعد كده دمياط،
وبعد كده حديثا في سوهاج، ورحت لقيت عندهم هناك وعلمتهم على الأجهزة. فده كلهم المرضى دول قرايبنا، فلازم نبقى كلنا متعاونين مع بعض كأساتذة وكأطباء، سواء كانت في الجامعة أو سواء كان في وزارة الصحة أو في التأمين الصحي أو في مستشفيات الشرطة أو الجيش. فكل دول إحنا التعاون، كلنا كنا حاضرين في المؤتمر، والحمد لله تبادلنا كل الحاجات، وكان في جلسة جميلة جدا على التبريد وإزاي أنا بستخدمه مش بس في الأورام. انت عارف حضرتك بالذات في الاطفال الصغيرين ممكن يبلع سودانيه لبايه وتبقى محشوره في الشعب الهوائيه. فلو انا دخلت بالمنظار ما بعرفش اشيلها. فكان استاذه في جامعه القاهره قدمت ازاي انا بالتبريد المجاف بتدخل حضرتك بالجهاز وتلزق فيه زي كيس اللحمه كده في الثلاجه، اللي هو مثلا لو في حته سودانيه او لبايه تمسك في المجاف بتاع التبريد وتطلع بقى بيها ما شاء الله من غير اي مضاعفه. طب دكتور، بالنسبه للجديد في تفتيت الاورام بالكي الجراحي، عندنا برضو اللي هو الكي الجراحي. عارف حضرتك ان كل حاجه لها استخدامات، يعني انا ممكن اخد بالعينه اقول مثلا لو المعينه دي او الورم ده موجود في الشعب الهوائيه اللي هي القصبه الهوائيه، فطبعا العلاج بالتبريد ساعات بيحصل تورم بسيط. فلو هو موجود في القصبه الهوائيه ما اقدرش ابدا بيه عشان ما يحصلليش اختناق للمريض، فببدا بالكي الجراحي افتت مثلا 60-70% من الورم، وبعد كده اكمل بالتبريد. فكل ما يكون عند حضرتك جهاز ده وجهاز ده وجهاز ده، فكل واحد ليه استخداماته، وبالتالي ان انا ما استخدمش حاجه واحده واقول هي دي بس، لا، انا بنقعد كونسورت وكده كلنا مع بعض، احنا وفي لحظه الصدر وبسلسله الاشعه وبنقول يا جماعه المريض ده احسن حاجه له ايه، نقول له الحاجه الفلانيه نبدا نشتغل فيها. طيب، بما اننا يا دكتور على اعتاب متحور جديد لفيروس كورونا، فهل تحدثتم عن فكره متلازمه ما بعد الكورونا؟ هو طبعا غير طبعا الاوميكرون والكوفيد 19 حضرتك، لان انا كنت مقرر اللجنه العلميه بجامعه اسكندريه كلها، يعني كان كل اساتذتنا كلنا مقرر اللجنه بتاعت الكورونا. طبعا الطلبه تعرف حضرتك طلبه الجامعه كلهم، كل التخصصات التمريض العمال وغير، بس برضه المرضى بتوعنا اللي هم في وزاره الصحه بيقول. فالمتلازمه دي كانت واضحه قوي في الكوفيد 19 وكده. لكن المتحور الجديد الحالات، في حالات كتيره، ومثلا حضرتك لما عضو في الاسره بيجي له كورونا البنين بيتحرك، بس نسبتها بسيطه جدا، الاعراض خفيفه جدا، بتيجي يوم ثاني يوم بتبقى ممتازه. في نفس الوقت ان ممكن ما يجيش بحراره خالص، بقوحه بسيطه، التهابات بسيطه في الزور، شويه اسهال المختلفه تماما. وانا بطمن الناس والساده المشاهدين ان نسبه اللي هي بتدخل مستشفى او بيحصل لها نقص في الاكسجين قليله جدا 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 جدا، وما فيش حد الى الان احنا حتى مثلا اصاب ودخل مستشفى واحتاج العنايه وجهاز تنفس صناعي. فبالتالي ان المتلازمه اللي بتحصل هي لسه ما حصلتش، المتلازمه بتحصل بعد شهرين لثلاثه من المتحور نفسه. فانا يعني اعتقد ان هي ان شاء الله مش هتبقى زي طبعا متلازمه كورونا. ده في لغايه دلوقتي بعد سنتين وثلاثه ناس بتعاني منها. صحيح. المتلازمه القديمه، لكن الجديده يعني ان شاء الله مش هيحصل منها اي مشاكل. ان شاء الله يا فندم. طب دكتور، اخيرا خليني يعني اسال حضرتك بعيدا عن موضوع المؤتمر العلمي الثانوي لامراض الصدر والعلاج بالتبريد، واستغل وجود حضرتك معانا. يمكن مؤخرا طبعا التدخين موجود بقاله فتره، لكن مؤخرا بقينا بنسمع حتى عن السجائر الالكترونيه. عايزه اعرف من حضرتك ونفكر الساده المشاهدين اضرار التدخين بشكل عام، وفي ناس معتقده وطبعا ده حابين نعرفه من حضرتك انه السجائر الالكترونيه افضل من التدخين، وفي البعض الاخر بيقول ان لسه احنا بالعكس الابحاث ما زالت مستمرة، فلسه حتى ما نعرفش. يمكن أضرار التدخين عارفينها، لكن أضرار السجائر الإلكترونية مش عارفينها. هو عارفة طبعا أضرار التدخين انت عارف حضرتك لو أنا شربت سيجارة بيطلع منها 3800 عنصر، يعني مش انا بقول مثلا ايه ده النيكوتين بس او سوري الاطران بس او لا لا 3800 عنصر. جزء منهم طبعا ضاره بيعمل الاورام والسد النووي، وجزء منهم بيبقى خامل، لكن لما انا بستخدم بقى السجاره والحراره والحاجات دي بتتحول وتبقى عامل مساعد للاورام.
فطبعا نسبه كبيره جدا هيقولوا لي طب انا دكتور انا قريبي عمره 80 سنه وبيدخن ما حصلوش حاجه، ماشي، بس نسبه اللي بيحصل فيها اورام والسد الرئويه 20%. طب هل حضرتك هتضمن انت لما تدخن هتبقى انت من 20% ولا من 80%؟ وسبحان الله لو انت من 20% وبدا يحصل اورام وممكن تتطور الامور ويحصل بقى المشاكل بتاعتها. طب لو انت من 80% ما برضه ال 80% اللي مش هيحصل له حاجه، لكن التدخين السلبي هياثر على الاسره طبعا. بالتالي انت ضريت شخص اخر غير مدخن نعم؟ ضريت شخص اخر بالتدخين السلبي هو غير مدخن. فانا لو انا عندي حد مثلا بيدخن وقالوا ان الاب والام بيدخنوا في البيت، ولو عندهم طفل صغير مولود، لما يوصل الطفل ده عمر 3 سنوات حسوا بالاحصائيات ان هو كانه دخن 150 علبه سجاير. شوف قد ايه كبير قوي جدا. فبدا يقول له طب اخد الشيشه، فاهمين حاجه ازاي؟ طب الشيشه دي ده بالعكس هي مضرها اقل شويه من التدخين على اساس ان الدخان بيدخل على الميه وبيتكرر، لكن فيها حاجتين مهمين جدا. اول حاجه وبالذات مهم جدا الضرر الرئوي. انت عارف حضرتك الكافيهات لما حد بيقول له لا ده انا بستخدم اللي الطبيعي واللي المعقم، لا انت بعد ما حضرتك بتشرب وتسيبه وتمشي في اللي هم الضمير بقى والحاجات دي كلها، وعايز يكسب اكتر واكتر، فبروح جاي واخدها مغسلها وحاططها تاني في الكيس لحد تاني. عشان كده بدا الضرر الرئوي يعلى شويه. احنا كنا الحمد لله من اقل معدلات الضرر على مستوى العالم. احنا كجامعه مش ماسكين ملف الضرر، لكن وزاره الصحه هي اللي ماسكه ولها اداره على مستوى مصر، فبنتابع معاهم. بقول لحضرتك اقل ما يمكن، لكن بدا يعلى علشان اللي هم بيقولوا عليه الكافيه. يعني هو على اي حال هو بلا شك ليها اضرار كتيره جدا فكره السجاير، سواء كانت السجاير في شكلها التقليدي او الالكترونيه، لكن يعني هي ظاهره لابد من الاقلاع عنها، وربنا يحفظ ويسلم الجميع. بنشكر حضرتك الدكتور أحمد يوسف، أستاذ الصدر والمناظير ورئيس قسم الصدر بكلية الطب جامعة الإسكندرية. طيب خلينا نروح مع حضراتكم لمطروح، والانطلاق فيها ملتقى مراسم السلوم الأول للرسم والتصوير، وتم اختيار بيئة السلوم والمناطق المحيطة بها لإقامة الملتقى هذا العام للمرة الأولى. ده حقيقي، ويمكن يا جمانة اختاروا 13 فنان وفنانة من عدة محافظات وأجيال مختلفة لمعايشة أهالي هذه البيئة تحديدا للتعبير عن أفكارهم من خلال أعمالهم الفنية. انطلقت فعاليات ملتقى مراسم السلوم للرسم والتصوير بمحافظة مطروح، وذلك بتنظيم من الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تم اختيار بيئة السلوم والمناطق المحيطة بها لإقامة الملتقى هذا العام للمرة الأولى، بهدف تفعيل أماكن جديدة للمراسم ومعايشة أهالي هذه البيئة والتعبير عن أفكارهم بطريقة متميزة من خلال الأعمال الفنية. الفنانون المشاركون نظموا جولة خلال اليومين الماضيين بزيارة منطقة حمامات كيلوباترا بمطروح، وزيارة واحد سيوة وأهم معالمها، ومنها قلعة شالي وجبل أجورمي وبحيرات الملح وجزيرة فطناس. وتستمر فعاليات الملتقى حتى 28 من سبتمبر الحالي، على أن يتم إقامة معرض فن تشكيلي بالقاهرة يضم أعمال الفنانين المشاركين في الملتقى. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن هذا المعرض من خلال ضيفنا الكريم الدكتور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ جمانة. صباح الخير يا استاذ احمد. عاوزين بس نتعرف، صباح النور، عاوزين نتعرف من حضرتك عن يعني او توضح لنا الانشطه والفعاليات اللي بتشملها او بيشملها هذا الملتقى مراسم السلوم الاول للرسم والتصوير. هو احنا عندنا مراسم، المراسم عامه احنا عندنا عده مراسم بتعملها تطلق الهيئه العامه لقصور الثقافه طبعا برعايه. يعني نستاذن حضرتك بس يا دكتور لو نقف في مكان فيه شبكه شويه. احنا كان عندنا عده مراسم. الو، مع حضرتك يا دكتور، سامعينك، اتفضل. عده مراسم كان منها سيوه ومنها الاقصر
السنه دي عملنا حاجات جديده، فتحنا جديده اماكن جديده للفنانين. نعم. اللي هي اول مره نطلق السنه دي السلوم وعندنا الفرافره. ده في برنامج عاملينه احنا السنه دي ان شاء الله باذن الله، اللي هي مصر الغربيه بعيون فنيه. احنا المراسم عباره عن 13 12 فنان زي ما قلت. ال 12 فنان دول بنختارهم من مختلف الاجيال عشان يحصل تناغم بين الفن والفنانين. ايه الاختبارات طبعا؟ بيروح ال 10 بيقعدوا 10 ايام. مثلا المراسم سلوم اول سنه السنه اللي نطلقها بدات من يوم 19 لحد يوم 28، فهو ال 10 ايام بتنزل الفنانين بيقعدوا مع بعض وبينطلقوا في البيئه الفنيه اللي بتستلهمهم ستاديوم الالهام، بيشوفوا بيها منظر مصر او المناطق الجديده دي بمنظور فني. بعد ال 10 ايام، بعد نهايه ال 10 ايام، بعد اللوحات احنا بنعمل لهم معرض، بيبقى في معرض كبير بيتعمل في القاهره. بيضم فيه جميع اللوحات اللي هي من نتاج المرسم. طب يا فندم، يعني الحقيقه انا سعيده جدا انه وصل للسلوم وادي المحافظات الحدوديه بيبقى فيه فعاليات فنيه زي هذا المعرض او هذا المرسم، بس اكيد في سبب لاختيار السلوم تحديدا عشان تكون مركز لهذا الملتقى، وحابه اعرف من حضرتك كمان عدد الرسامين اللي موجودين قد ايه؟ هو عدد الرسامين اللي موجودين هم في 12 غير اللي موجودين من محافظه مطروح. الرسامين دول احنا بنختارهم من فنانين تشكيليين، وفي اساتذه من الجامعه، يمكن مراسم سيما فيها الكوميسير المشرف على المرسم الدكتور اسلام الهواري. سيوة هي اول مره في بيئه مختلفه، عشان بيئه مختلفه غير المراسم الاساسيه. ثاني حاجه احنا بنقول احنا عايزين البرنامج دي مصر الغربيه في عيون فنيه. مصر الغربيه احنا كنا سيوه، هي مش سيوه بس، احنا طلعنا للسلوم، يعني هو طلع مطروح وسيوه والسلوم. السلوم منطقه خصبه جدا للخيال الفني والفنانين، فهو ده كان اختيارها، كان اختيار موفق الحمد لله السنه دي، يعني اللي احنا بنبدا بالسلوم. طيب عاوزين نعرف ليه بقى تحديدا تم اختيار السلوم علشان تكون مركز للملتقى ده للمره الاولى؟ لا ما احنا بداناها من شمال المشروع، غرب مصر السلوم، وان شاء الله عندنا المرحله اللي جايه عندنا الفرافره. السلوم هي الاداره الفنيه للشؤون الفنيه، لما نزلت شافت السلوم الاول، كل سنه بنعمل سيوه، كل سنه بيبقى فيها سيوه. السلوم مختلفه تماما، طبيعتها مختلفه عن سيوه، فيها جاذبيه فنيه اكتر، فيها مجالات فنيه للفنان يطلع رسومات اكتر. فهي السلوم كانت افضل من سيوه للخروج عن التقليد، يعني موضوع مش تقليدي، يعني مش تقليد زي كل مره سيوه، لا، فطلعنا احنا السلوم فيها مناظر، صحيح، وفيها واحات وفيها حاجات افضل بكتير من هلال مصر الساحلي تحديدا يعني. طيب دكتور عمرو، هل في خطه انه هذا المعرض يبقى اكبر شويه، يعني يكون عالمي، يكون شارك فيه كمان رسامين من مختلف انحاء العالم؟ لا، هو للاسف سيوه ده احنا بادئينه لاول مره السنه دي فنانين مصريين. انما هو السلوم قصدي ده فنانين مصريين، انما عندنا المعارض العالميه بيبقى سيوه، لان سيوه احنا لنا مكان مقرر فيه، بيبقى هو ده فيه فنانين مصريين واجانب. نعم. ده بيبقى موجود عندنا اساسا في المركز، عندنا اثنين مراسم اساسيه في السنه، سيوه والاقصر. ده احنا بنوديهم بعض الفنانين الاجانب. انما السلوم احنا بادئينه بفنانين من مختلف الاعمار ومختلف الفئات عشان يعمل تناغم بينهم، لما يكونوا فنانين اجانب في السلوم قصدي. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور عمرو البسيوني، رئيس الهيئه العامه لقصور الثقافه. مشاهدينا دلوقتي الساعة 8، وده معادنا مع موجز لأهم الأنباء الثامنة صباحا مع أميرنا إيهاب. اتفضل يا أمير. شكرا لك أحمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثية والتي تجمع مصر واليونان وقبرص بمشاركة نظيريه اليونانية والقبرصية، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وخلال الاجتماع أكد شكري أن الآلية الثلاثية أصبحت محفلا رئيسيا للتشاور والتنسيق حول الملفات الإقليمية والدولية، فضلا عما تعكسه
نوعه من التزام متبادل بترجمة توافق سياسي إلى تعاون ملموس على أرض الواقع أمنيا واقتصاديا وثقافيا. وأوضحت وزارة الخارجية أن الاجتماع عكس حرص وزراء الخارجية الدول الآلية على تأكيد قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع القاهرة وأثينا ونيقوسيا، وعلى ما تمثله آلية التعاون الثلاثية من ركيزة أساسية لسياسات تلك الدول الخارجية، خاصة في الواقع الراهن الذي يشهد تحديات غير مسبوقة تفرض ضرورة التعاون والتنسيق الوثيق لمواجهتها. عقد وزير الخارجية صباح شكري عددا من اللقاءات مع نظرائه على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحث شكري مع نظيره القبرصي سبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري. كما أكد شكري على أهمية ترجمة التقارب السياسي بين البلدين إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع تحقق مصالح البلدين. وعقد وزير الخارجية لقاء مع نظيره اليوناني، حيث أكد حرص مصر على دعم وتعميق العلاقات المتميزة وتفعيل أطر التعاون القائمة سواء على مستوى ثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة كافة، خاصة في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، لا سيما في إطار منتدى غاز شرق المتوسط. هذا وعقد وزير الخارجية لقاء مع نظيره البرتغالي، بحثا خلاله دفع العلاقات الثنائية. وأكد الوزيران أهمية تكثيف آليات التشاور السياسي بين الجانبين والارتقاء بوتيرة الزيارات المتبادلة. أكد وزير الخارجية سامح شكري التزام مصر الثابت تجاه توفير كافة أوجه الدعم لتعزيز تثبيت الهدنة الإنسانية في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام وجامع لكافة الأطراف اليمنية يحفظ وحدة الشعب اليمني الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه. جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي في نيويورك، حيث أكد شكري استمرار مصر في مساعيها لاستكشاف المزيد من السبل الكفيلة تخفيف الأعباء الاقتصادية والإنسانية عن الأشقاء في اليمن. من جانبه، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري، معربا عن تقديره للدور المتوازن والداعم الذي تتبناه مصر تجاه تعزيز الاستقرار والوصول لحل مستدام في اليمن، مثمنا استضافة مصر لأعداد كبيرة من الأشقاء اليمنيين على أراضيها ومواصلة تقديم كافة التسهيلات لهم. قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إنه يفضل التوصل إلى حل سلمي للصراع في البلاد. وأضاف البرهان في تصريحات لوكالة رويترز على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن محادثات جدة لا يزال من الممكن أن تنجح. كما نفى البرهان الاتهامات الموجهة للجيش بارتكاب أعمال عنف، لافتا إلى أنه لا توجد قوات كافية من الجيش في غرب دارفور لوقف العنف. قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديز دومبروفسكيز أن الاتحاد الأوروبي ليست لديه نية لفك الارتباط مع الصين، لكنه يحتاج إلى حماية نفسه في المواقف التي يساء فيها استخدام انفتاحه. وقال في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لقمة بان في شنغهاي أن الاتحاد الأوروبي سجل تجارة ثنائية قياسية مع الصين العام الماضي، لكنها غير متوازنة للغاية، مشيرا إلى عجز تجاري بلغ نحو 400 مليار يورو. حصد اللاعب المصري عبد اللطيف منيع الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 130 كيلوغرام للمصارعة الرومانية، وذلك بعد الفوز على بطل الصين بنتيجة 3-2 في مباراة الميدالية البرونزية، ليضمن التأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية لباريس عام 2024. وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن تمنياته باستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. نرحب بحضراتكم مرة تانية. بالتأكيد كلنا
تابعنا توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالحماية الاجتماعية، واللي منها مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها بهدف زيادة دخل أصحاب المعاشات. يمكن توجيهات كانت هامة جدا في ظروف اقتصادية عالمية يعني بيعاني منها الغالبية العظمى من دول العالم، لكن كانت دايما زي ما تعودنا الرئيس ينحاز للمواطن ويدعم المواطن، ويمكن تم صرف علاوة كانت العلاوة من 300 جنيه اترفعت ل 600 جنيه. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن مواعيد صرف هذه المنحة من اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين أو للتأمينات الاجتماعية. صباح الخير يا سيادة اللواء. صباح الخير يا فندم. صباح الخير وكل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك بصحة وسلامة يا رب. سيادة اللواء، يعني في البداية المنحة اللي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هيتم صرفها إمتى؟ إن شاء الله يعني المفروض إن كانت تصرف في 1/10 كمان أسبوع يعني. نعم. لكن ظروف صرفها اللي لازم تقرر من البرلمان اللي هينعقد في أول 10، فإحنا إن شاء الله بنقول للأهالينا أصحاب المعاشات إن إحنا يوم 1/11 هيصرف زيادة اللي قدرها 300 جنيه لكل أصحاب المعاشات هيصرفها يوم 1/11 بأثر رجعي من شهر أكتوبر. طيب سيادة اللواء، عشان بس في لغط او سوء فهم لهذه المنحه الاستثنائيه، يعني كان قبل كده تم رفعها بالفعل ل 300 جنيه والان 600 جنيه بفرق 300 جنيه، في لغط في النقطه دي يا فندم، فلو حضرتك توضحها للساده المشاهدين. تمام. هو يعني قامت الرئيس في شهر 11 السنه اللي فاتت 2022 قرر يعني من ضمن حزمة رعاية اجتماعية برضو أو حماية اجتماعية كان عمل المنحة اللي هي 300 جنيه دي وصرفناها في شهر 11 سنة 22 السنة اللي فاتت. السنة دي في شهر 10 المفروض التوجيه زيادته بإن خلي 300 دي اللي احنا اديناها في شهر 11 السنة اللي فاتت خليها 600. معنى كده ان في زياده جديده، يعني كما لو كان في زياده قدرها 300 جنيه اللي هو الفرق بين 300 و 600. طيب ونأكد مرة تانية ان ال 300 جنيه الزيادة في المنحة دي هيتم صرفها في 1/11، لكن هتصرف في الشهر ده بشكل استثنائي 600 جنيه علشان تعوض صرف 1/10. بالظبط كده يا فندم. طيب كده. عدد المستفيدين بقى تقريبا قد ايه؟ 11 مليون صاحب معاش ومستفيد. 11 مليون وواحد من عشرة مستفيد. ايوه. يا فندم مفيش استثناءات لهذه المنحه مظبوط؟ كل الناس هتاخدها. يعني ال 11 مليون صاحب معاش ومستفيد هيستفيدوا من هذه منها يوم 1/11 ان شاء الله، هيحط الكارت بتاعه هيلاقي الزياده موجوده عن الشهرين بتوع اكتوبر ونوفمبر. طب ال 11 مليون شخص يا فندم او ال 11 مليون مستفيد دول، التكلفه الواقعه على الدوله قد ايه؟ تكلفه تقرير المنحه الجديده اللي قدرها 300 جنيه اللي غير ال 300 جنيه بتاعت السنه اللي فاتت. تكلفتها سنويا 32 مليار جنيه. 32 مليار جنيه. طيب بالنسبه لسيادة اللواء لاصحاب المعاشات اللي خرجوا على المعاش في شهر سبتمبر واكتوبر اللي فات، هيصرفوا المنحه دي عادي اللي هي ال 600 جنيه؟ هنا بنتكلم على 300 وال 300. طيب علشان ما نعملش لبس في الموضوع، خلينا نقول السنه اللي فاتت كل اللي كان بيصرف معاش تقرر ليه 300 جنيه. نعم. وصرفها وموجوده في معاشه دلوقتي. خلينا نقول ان احنا السنه دي بندي 300 جنيه تاني. نعم. فاللي كان بياخد 300 هياخدهم 600، واللي ما كانش بياخد ال 300 اللي هو اللي طلع معاش خلال السنه هياخد 300.
طيب يا فندم برضو عشان الصورة تبقى واضحة للمشاهدين، هل في حد أدنى أو أقصى لهذه المنحة؟ المنحة بمبلغ مقطوع يا فندم، يعني بغض النظر عن قيمة معاشي أنا قد إيه، اللي بياخد 1500 جنيه، اللي بياخد 2000، اللي بياخد 3، جايله 300 جنيه اعتبارا من شهر أكتوبر، بس هنصرف في شهر 11. نعم. طيب ست اللي هو يعني خلينا نتكلم ان في طفره حقيقيه حصلت في المعاشات، ويمكن الطفره دي بيشهد بيها القاصي والداني تحديدا. فعاوزين حضرتك تكلمنا عن هذه الطفره اللي حصلت في زياده المعاشات في السنوات الاخيره. خلينا نقول دايما الارقام هي اللي بتتحدث يعني. صحيح. فخلينا نقول في العام المالي 2022 2013-2014 اللي هو بينتهي في 30/6/2014 قبل تولي سيادته للمسؤولية، كل المعاشات اللي صرفت في جمهورية مصر العربية 86.5 مليار. يعني تكلفة المعاشات السنوية 86.5 مليار. ده سنويا. في السنة اللي هي سنة 13 اللي هي ما قبل تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد. بالظبط كده. نعم. النهارده في 30/6/23 احنا صارفين معاشات ب 340 مليار. 340 مليار. في 30/6/2023 ال 86 اللي كنا بنصرفهم 86.5 قبل ما سياسه يتولى المسؤوليه احنا بنصرفه النهارده 340 مليار. فمقدار الزياده فقط في بين ال 86 وال 340 هيقرب من 300%. نعم. بس برضو علشان ممكن حد يرد علينا ويقول اللي في برضو خلال العشر سنوات خرج ناس كتيرة للمعاش، فاحنا هنا بنتكلم على ال 86 مليار دي، يعني العدد المستفيدين حصل لهم زيادة بنسبة كام في المية؟ تمام. كنا بنصرف ال 86.5 مليار، كنا بنصرف لحوالي 8.5 مليون مواطن. نعم. النهاردة بنصرف ل 11 مليون مواطن. كده وضحت الزيادة. فعلشان نقدر حتى نبسطها، لو احنا قسمنا 86.5 مليار بتوع يوم 30/6/2014، لو قسمناهم على 8.5 مليون عشان نطلع متوسط قيمة المعاش، تطلع حوالي 1300-1400. لو خدت السنه دي ال 340 مليار قسمتهم على ال 11 مليون يطلع ان متوسط المعاش بحدود 3000. نعم. يعني زياده بنتكلم في 100% تقريبا. ده للمتوسط. بعد استبعاد اصلا الزياده في عدد المستحقين. نعم. تطلع الزياده في حدود 150% كمان. وده بالتاكيد طفره، ويمكن الطفره دي ملموسه لاصحاب المعاشات نفسهم. يعني بنشكر حضرتك سياده اللواء جمال عوض رئيس الهيئه القوميه للتامينات الاجتماعيه. طيب مشاهدينا خلينا نروح مع حضراتكم لمدينه مرسى علم، واللي شهدت تدشين احتفالات يوم السياحه العالمي والفنون، واللي تم تنظيمه بمشاركه 50 فنان من 22 دوله اجنبيه. يمكن الاحتفاليه دي تحديدا بتتضمن مجموعه من الفعاليات اللي بتستهدف الترويج السياحي لمصر. خلونا نقرب اكتر من الصوره من خلال الفنان محمد حميده منظم يوم السياحه العالمي والفنون اللي معانا على الهاتف حاليا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. يعني عاوزين حضرتك تكلمنا على يوم السياحه العالمي وتنظيم هذه الاحتفاليه للترويج للسياحه. مرسى علم طبعا مدينه من المدن السياحيه الهامه لمصر، واحنا دايما كنا بننظم يوم السياحه العالمي في مدينه الغردقه. لما اجتمعت مع احد المستثمرين قال لي ان احنا نسلط الضوء المره دي على مرسى علم، وصراحه يعني كانت مجموعه مهمه جدا للرعايه، واحنا مشارك معانا 50 فنان وفنانه بالفعل هم متواجدين دلوقتي في مرسى علم، وصلوا على يومين.
من مطارات مختلفة في العالم، يعني دي حاجة كويسة، 20 دولة مشاركة. عندنا طبعا الرعاية المهمة قوي من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، والسنة دي كمان مشارك معانا في حفل الختام يوم 27 أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، وده أوركسترا محترم جدا. عاملين جولات سياحية ليهم، امبارح كنا عملنا لهم جولة سياحية على مركب، عملوا اثنين سنوركلينج في بحر مرسى علم، انبهروا جدا منهم اللي جم كتير مصر دورات سابقة، ومنهم اللي لسه جداد أول مرة يشاركوا، فدي حاجة كويسة يعني للسياحة المصرية. طالعين بيهم برضك يوم 26 قبل حفل الختام مدينة الأقصر، يعني طبعا مرسى علم قريبة من المناطق الأثرية زي الأقصر وأسوان، فعاملينهم برنامج حلو هيطلعوا يوم كامل مدينة الأقصر يزوروا بيها كل المزارات السياحية والمعابد. طيب يا فندم، حابين نعرف من حضرتك أبرز الدول المشاركة قد إيه؟ يعني برضو لو هنقارن يعني عدد المشاركين في هذه الفعالية، هل في فرق أو العدد زاد عما سبق، ولا يعني تقول لنا الصورة شكلها عامل إزاي؟ بص حضرتك، الحمد لله يعني مشارك معنا حوالي 20 دولة، هقول أهمهم طبعا، أو هو كلهم دول مهمة بس اللي أكيد في الحديث دلوقتي طبعا معنا السعودية، تركيا، البحرين، الأردن مشارك بوقت كبير قوي، منهم مدير المتحف الوطني الأردني ورئيس رابطة التشكيلين الأردنيين متواجد، عندنا كوسوفو، ألبانيا، دول بقى مصدرة للسياحة، مكادونيا، في لبنان، اليونان، يعني ده اللي أذكره من الدول المشاركة. طب في دول جديدة يا فندم ما كانتش بتشارك ومشاركة دلوقتي؟ معايا السنة دي اللي هو البحرين صراحة ما كانتش بتشارك معانا، الظروف يعني بيبقوا مشاركين في ملتقيات تانية في نفس التوقيت، بس السنة دي مجموعة كويسة، وهم أسرة دولية عارفين بعض كلهم، يعني هم مجموعة فن تشكيلين عارفين بعضهم في كل العالم. والحمد لله يعني من امبارح للنهارده عاملين صور كويسة جدا عن مصر، وده الأهم يعني. طبعا والنهارده هنبدأ الورشة، النهارده يوم 23 ورشتهم الفنية هتبتدي كل يوم مساء، بنديهم فترة النهار إن هم يستمتعوا بالبحر والمناطق الجميلة اللي جوه الفندق، وطول فترة الليل طبعا هيبقى في الورش الفنية اللي هم هيشتغلوا زي الصور اللي قصاد حضرتك، في ورشة للأطفال هنعملها كده يعني. نعم. أستاذ محمد، عاوزين نعرف من حضرتك هل كل الفعاليات والأنشطة بيتم تنفيذها داخل مدينة مرسى علم، ولا في فعاليات بتنظم على هامش المؤتمر أو الفعالية في مدينة أخرى أو مدن أخرى؟ اللي هي رحلة الأقصر، يوم الأقصر دوا هنروح نوديهم يوم كامل في الأقصر، وفي هيئة التنمية السياحية في الأقصر متواصلة معانا برضك إن هم عايزين بيفكروا يعملوا معرض زي اللي عملناه قبل كده في معرض يوم المرأة العالمي في حتشبسوت. نعم. بس السنة دي يعني عشان هم يروحوا يوم كامل ويرجعوا هيبقى يعني معرض خفيف كده في أحد معابد الأقصر يعني. طب يا فندم، بالنسبة للترويج السياحي لمصر، يمكن إحنا على مدار سنين فاتت ما كناش يعني بفكرة الترويج للسياحة لمصر ما كانتش الحقيقة بتتم، خلينا نقول ما كانتش بتواكب حتى العصر، أو ما كانتش بتواكب الحملات الترويجية لدول أخرى. شايف دلوقتي الحملة الترويجية للسياحة لمصر شايفها إزاي دلوقتي؟ لا، في تطور كبير جدا من أي تنشيط السياحة، لان كان الاول كان بيبقى فيه يعني، انا من 2007 وانا بنظم مؤتمرات، من اول ما ننظم مؤتمر للفنون او دخلنا موضوع الثقافه جوه جنوب سيناء كان 2007، انا فاكر حتى التاريخ 7/7/2007. كنت اتوجه مثلا لوزاره السياحه فما بترضاش تتدخل، او في وجهه نظرها يعني انها تبص تقول لا ده حاجه خاصه بالثقافه، انا ماليش دعوه بوزاره الثقافه. لا، دلوقتي لا، الثقافه ملك كل الوزارات، ملك كل وزاره، كل وزاره هي لازم يكون لها اهتمام بالثقافه، لان كل وزاره ليها جزء خاص بالثقافه. فبدات هيئه تنشيط السياحه تفهم، او يعني هي طبعا رائده يعني في التنشيط، ابتدت تشارك يعني. بدات تهتم بموضوع ان التسويق للاماكن السياحيه زي المعابد عن طريق حدث ثقافي زي كده.
مش انا بس يعني، لا احد زملاء كمان كتير كبير نظام في نفس الوقت بداوا يهتموا بالموضوع ان هو يدعموا الفعاليات اللي بتعزم فيها فنانين من 20 دوله او 30 دوله من خلال صور الفنانين دول في نعمل تنشيط. طبعا انتوا شايفين البوستر محطوط عليه لوجو هيئه تنشيط السياحه اللي هو ايجيبت وقت واحدك، الترويج المعروف يعني الترويج الغير مباشر عن طريق الاحداث الثقافيه. بصي رحلاتهم السياحيه امس على البواخر، الاتوبيس ده بيلف في مصر لما بيكون عنده تشغيلات ثانيه بيروح مثلا بورد مثلا من دول ثانيه رايح بيها الاقصر رايح بيها شرم الشيخ، فده كله هدف ان احنا نعمل تنشيط سياحه عن طريق الشركات الراعيه وهيئه تنشيط السياحه. ويمكن احنا شفنا مؤخرا يعني في مصر تم رفع البنيه التحتيه للمتاحف والاماكن السياحيه تحديدا عشان نقدر نستغل الظروف اللي موجوده عالميا وتكون مصر وجهه لكثير من السياح. وفي حاجه مهمه بقى اللي هي ان انا لمستها صراحه طبعا من 2007 الطرق محدش واخد باله من الموضوع ده، الطرق اللي انشئت في الفتره اللي فاتت دي في 10 سنين او 9 سنين فاتوا دي ساعدت جدا انا كمنظم حتى ان انا اخد معايا 50 فنان و20 دوله اطلع بيهم اي مدينه حوالين المدينه الرئيسيه اللي فيها المؤتمر، يعني اقدر اوديهم القاهره او اوديهم العلمين او اوديهم الاقصر او اوديهم اسوان. فده الطرق اللي بتقوم بيها الدوله دي مهمه ان احنا نربط كان نفسي يعني العباره اللي ما بين شرم الشيخ وما بين الغردقه تشتغل. يعني العباره دي واقفه ما اعرفش ليه، العباره دي يعني بتقلل زمن المسافه ما بين المدينتين كتير. انا ابني في جامعه الملك سلمان ما بعرفش ازوره، انا ساكن في الغردقه ما اعرفش اروح له الا الطياره، فاهم ازاي؟ شغل العباره ساعه ابقى عنده واخر النهار ارجع. لازم يكون في ربط ما بين المدن السياحيه ببعض، يعني ما بين شرم الشيخ والغردقه والاقصر. القطر اللي هيتعمل احنا منتظرين فرج الصدر ان هو يفتح بسرعه، القطر ده هيبقى مهم قوي ما بين الغردقه للاقصر، بس عايز اربط بقى سينا بالغردقه. يا ريت والله. يعني بنضم صوتنا لصوت حضرتك، لكن اكيد يعني سبب وقف هذا او هذه العباره اكيد ليه اعتبارات، انا في الحقيقه مش موجود عندي، لكن اكيد ليها اعتبارات واعتبارات هامه لوقفها في التوقيت الحالي، لان اعتقد القائمين على يعني زمام الامور بيسهلوا كل ما له علاقه بالشق السياحي تحديدا علشان خاطر تقدر ان انت تعظم من مواردك في هذا القطاع. بنشكر حضرتك الفنان محمد حميده منظم فعاليات يوم السياحه العالمي والفنون. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر، استنونا. أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية محليا وعالميا. أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خاض فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران اللي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وده كان استعدادا لموجة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك فاز على نادي الطيران بنتيجة 38-30 في إطار الجولة السابعة بدوري محترفي كرة اليد الموسم المحلي 2023-2024. فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي فاز على نادي الأولمبي بنتيجة 40-16 في إطار الجولة السابعة بدوري محترفي كرة اليد الموسم المحلي 2023-2024. منتخب ناشئات كرة اليد فاز على المنتخب النيجيري بنتيجة 32-18 في نصف نهائي البطولة الأفريقية اللي بتستضيفها تونس خلال الفترة من 16 حتى 24 من شهر سبتمبر الجاري عشان يتأهلوا للدوري النهائي. فريق فرانكا برازيليا فاز على النادي الأهلي بنتيجة 90-70 في ثاني مباريات كأس العالم لأندية السلة واللي بتقام بسنغافورة وبتستمر حتى يوم 24 من شهر سبتمبر الجاري. فريق الخليج السعودي المحترف ضم لصفوفه المهاجم المصري محمد شريف حقق الفوز على نادي الأخدود بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم، وده كان امبارح ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.
نادي برشلونة الإسباني أعلن امبارح رسميا تمديد عقد المدير الفني للبلوغرانا تشافي هرنانديز حتى شهر يونيو من عام 2025. نادي أرسنال الإنجليزي أعلن تمديد عقد قائد الفريق مارتن أوديغارد بعقد طويل الأمد مع النادي، وده بعد المستويات الرائعة اللي قدمها خلال الفترة الماضية. خلصة نشطنا الرياضية، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع جمانة أحمد. شكرا لك يا ميرنا. زي ما اتكلمنا مع حضراتكم في بداية البرنامج عن أن النهاردة 23 سبتمبر، وده بيصادف اليوم العالمي، اليوم العالمي اللي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة كيوم دولي للغات الإشارة، وده لزيادة الوعي بأهمية لغة الإشارة وكمان ضمان حقوق الإنسان تحديدا لفئة الصم. صحيح يا أحمد، يعني الحقيقة أن مصر في الأونة الأخيرة قطعت شوط كبير جدا في مجال ضمان حقوق الصم وضعاف السمع على جميع المستويات، وبدأنا خطوات جادة لدمج الصم في المجتمع، وكانت البداية أن يكون في لغة للحوار بيننا وبينهم. خلينا نعرف تفاصيل أكتر ونرحب في فقرتنا ببشوي عماد المترجم وخبير لغة الإشارة. صباح الخير عليكم، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جمال، صباح الخير يا أحمد. صباح الخير يا بشوي، إيه الأخبار؟ يعني عامل حالة أنت على السوشيال ميديا، وأعتقد اليوم ده يومك. والله هي فرصة، واليوم العالمي هو اليوم اللي اتوجد فيه مهنة خلقت تواصل كبير جدا مع المجتمع المصري عن لغة الإشارة كتواصل، وهي دي الاحتفالية والهوية بتاعتنا. طيب بشوي، في البداية عايز أعرف منك، أنت شايف دلوقتي كمجتمع مصري ابتدينا إلى حد ما أن احنا نبص على أهمية لغة الإشارة، وأن احنا نبقى حريصين حتى أن احنا نحاول نتعامل مع ضعاف السمع أو حتى مجتمع الصم، لأي مدى شايف أن احنا ابتدينا نتغير في النقطة دي تحديدا؟ طبعا يعني بعد ما فخامة الرئيس طبعا بقى موجود، الموضوع في دعم لغة الإشارة اختلف جدا لما أطلق عام ذوي الإعاقة. احنا ما كناش ولا كمترجمين كان لينا هوية، ولا كصم كان في هوية بتثبت وجودهم في المجتمع. فطبعا لا، في فرق كبير شاسع. احنا دلوقتي بنتكلم ان جميع الوزارات، جميع المنظمات الأهلية والمجتمعية والخدمية بقى فيها إتاحة كبيرة للغة الإشارة. صحيح. يعني وبمناسبة كده كمان، ده خدنا الموضوع مهم جدا، انا بأمل في في في, في الاستمادة فيه، وهو برنامج اسمه حكاية إشارة. برنامج حكاية إشارة، برنامج كان حلم بالنسبة لي، اشتغلت عليه من ساعة ما سجلته لحد ما نفذته، لحد ما حاولت ان انا اطلع ماتريال منه جاهز. البرنامج ده بيتكلم عن حاجة مهمة جدا، هي مش تعليمية قد ما هي توعوية. على سبيل المثال احنا بنحكي لو انت موظف بنك، او لو انت البرنامج اللي انت انتجته على الهواء حاليا بالظبط، فلو انت مثلا موظف بنك او انت حد متخصص شغلك في البنوك، ودخلك عميل والعميل ده اصم، ازاي هتبتدي ان انت تتعامل معاه، وازاي تقدر توفر له خدماتك عن طريق اهم اشارات في الفيديو اللي انا موجهه لفئه معينه او لموظفين معينين. طبعا ده بياخدنا المهن كتيره مختلفه، منها الدكتور، ومنها المهندس، ومنها الطبيب الاختصاص بتاعه المختلف عن التاني. حاجات كتيره قوي ممكن نتكلم عليها من خلال البرنامج ده، لانه بيهدف للتوعيه والدمج المجتمعي، وده اللي احنا محتاجينه في المجتمع ده. يمكن بشوي وانت بتتكلم تحديدا على ده والاهتمام الكبير اللي أولاه السيد الرئيس لفئه يعني الصم وضعاف السمع، كمان كان في توجيه رئاسي بفكره ان تترجم كل الافتتاحات والمشروعات القوميه الكبرى للغه الاشاره، عشان يبقى في دمج ويبقى في مشاركه لكل ابناء المجتمع. دي حقيقة. شفت دي ازاي، وايه اللي انت بتتمنى ان هو يكون موجود؟ يعني الحقيقه الموضوع بدا بالظبط من لما السيد الرئيس كان في مؤتمر سوهاج، وكان في مبادره، المبادره دي كانت بتتكلم عن لغه الاشاره. وحقيقي يعني وقتها سيادته اطلق جملة مهمة جدا، والجملة دي بتقول ان ليه ما يكونش فيه مترجم، ولابد كان يتوفر مترجم في الفعاليات اللي زي كده، واي حاجة تخص المجتمع ولغة الاشارة، علشان الناس من حقها تفهم ايه اللي بيتم. فمن بعدها ابتدينا نلاقي المؤتمرات موجود فيها حد مختص بلغة الاشارة، ابتدينا نلاقي الحوار الوطني بيترجم بلغة الاشارة، ابتدينا نلاقي صوت الشارع موجود فيه لغة الاشارة. طبعا لو انا نفسي في ايه، فانا نفسي طبعا ان البرنامج، يعني انا حاليا انا كل حاجه انا المتكفل بيها،
نفسي ان البرنامج يدخل تحت مظله الجهه تدعمه، علشان مش بشوي اللي محتاج الدعم المادي قد ما بشوي محتاج ان البرنامج يكون مستمد في الشارع وليه وجود. انا مش محتاج اي فلوس خالص، انا محتاج ان البرنامج يكون ليه دعم واستماده في الشارع المصري، لان البرنامج هو الهدف منه التوعيه البشريه. لو بنتكلم، فانا نفسي ان طبعا في خلال العشر سنين الجايين يكون في اتاحه للغه الاشاره في كل مكان. انا مش محتاج ان استاذ احمد مثلا يكون عنده خلفيه ملمه عن لغه الاشاره، ولكن على الاقل يبقى قادر يقول اسمه جمانه، تبقى قادره تقول هي بتشتغل ايه، عارفه تقول ده بالاشاره. كل واحد فينا لو قدر يعبر عن الصبح جمانه صبحت على المصريين بلغه الاشاره. صباح الخير. استنى غلط غالبا. صباح الخير. الخير مش كده؟ صباح الخير. فطبعا يعني كون ان احنا نكون متواجدين ولينا استمادة من خلال برنامج الناس تقدر تتقبله ويدخل كل المهن، ده اللي انا بطمح فيه حقيقي. وحاليا منتظر ان اكتر من حد ممكن يدخل يدعم الموضوع، بس ده بالنسبة لموضوع البرنامج. يعني احنا طبعا نتمنى ان صوتك يوصل، واحنا كمان نتمنى انه الحقيقه انه لغه الاشاره، انا كنت حتى انا واحمد بنتكلم الصبح في النقطه دي، ان انا من وجهه نظري ان هي يعني لازم تكون في المدارس تدرس زيها زي اي لغه تانية، ونقدر ان احنا فعلا نعرف نتعامل مع بعض، لانه هو مجتمع مش صغير وفئه مش صغيره، زي ما احنا عارفين زي ما بنتعلم لغه انجليزيه فرنسيه عشان نعرف نتواصل مع بعض، لازم كمان نعرف نتواصل مع اخواتنا من ذوي الهمم. في بالظبط مبادره اطلقناها تبع وزاره التربيه والتعليم كانت اسمها اتكلم اشاره. الحقيقي كانت ردود الناس على مواقع التواصل الاجتماعي كانت مبهره جدا بخصوص البانر اللي اسمه اتكلم اشاره. البانر ده مكون من 24 كلمه، الطبع فرول كبير بلغة الإشارة، اتعلق على جميع مدارس مصر مش مدارس الصم، علشان يوفر إتاحة وتأسيس للأطفال من صغرهم إن هم يكونوا على وعي وقدرة تامة إن في جنبهم وحواليهم ناس ممكن يكونوا بيتكلموا بلغة الإشارة ما يستغربوش من ده. طبعا. بس يمكن جمانة بتتكلم بفكرة التحول من مجرد مبادرة لمادة بتدرس. دي حقيقة، دي حقيقة إن شاء الله. يعني في دراسة لده، والوزير أعلن عن ده دكتور رضا حجازي طبعا وزير التربية والتعليم، فاحنا كلنا بنأمل في ده. احنا كلنا بنتكلم ان احنا نفسنا احنا ممكن ما نكونش متأخرين، في دول كتيرة بدأ الموضوع وفي دول كتيرة قوي نفذت حاجات كتيرة قوي، بس احنا خدنا شوط كبير قوي في خلال 3-4 سنين اللي فاتوا. صحيح. عن هوية لغة الإشارة. فيعني حتى من أبرز حتى المشاكل اللي ممكن نتكلم عنها موضوع مهم جدا، وهو التوعية القانونية للأشخاص الصم وضعاف السمع في المجتمع المصري. يعني أنا كان في موقف حصل معايا من حوالي مثلا شهر ونص، لقيت حد أصم محتجز بسبب ان هو ارتكب موقف هو ما يعرفش ان هو ممكن يدينه قانونيا. فلما ابتدينا ان احنا نحاول نفهم الموضوع يمشي ازاي وان احنا نترجم، عرفنا ان الشخص الاصم ما كانش يعرف ان ممكن الحاجه دي تضره. فابتدينا ان احنا نشوف احنا ايه ممكن نقترحه. فساعتها يعني احنا تمنينا، وانا بتمنى ان وزاره الداخليه الصفحه الرسميه بتاعتها يكون عليها توعيه بلغه الاشاره. على سبيل المثال وزارة الداخلية كل يوم مثلا بتنزل من 30-40 مثلا بوست، البوست ده مثلا بيكون مكتوب فيه ان مثلا تم القبض على مركبة او تم رصد مركبة بدون لوحات. انا الفيديو ده هو بيتكتب، لو اترجم بلغة الاشارة الشخص الاصم بقى قاعد عارف ان الموقف ده لو هو عمل زيه ده هيدي يعني هيبقى عليه ادانة قانونية. فمنها توعية ومنها الـ 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 الشغل اللي كل الناس ممكن تبقى محتاجاه كنوع من الامن العام يعني. فانا نفسي ان ده يتنفذ حقيقي، لان احنا عندنا حوالي 75% من الاشخاص الصم في المجتمع المصري عندهم اميه ومشكله في الكتابه والقراءه، وده بسبب ان قبل 2013 ما كانش فيه اهتمام بالتعليم الجيد، فاصبح ان الشخص الاصم كان بيبقى مصيره يا دبلوم صنايع يا دبلوم فني. فبعد كده لا، بقى فيه اتاحه، بقى الشخص الاصم قادر يدخل كليه، بقى قادر ان هو يطلع منه المهندس ويطلع منه الدكتور. فخلاص بقى الموضوع احنا بنتكلم ان ممكن كمان 10 سنين حضرتك تبقى رايح تعمل انترفيو تلاقي ان الشخص اللي موجود بيعملك الانترفيو هو شخص اصم. دي نقطه مهمه. يعني عايزه اقول لك على حاجه، انت يعني كنت حتى دلوقتي بتنادي انه يكون في حتى خدمات لو بتكلم على وزاره الداخليه تحديدا موجهه للمجتمع. انا
خليني بقى أطمع في الخير أكتر أنه يكون في كل الهيئات الحكومية أو حتى في كل الوزارات أنه يكون في شخص قادر أن هو يتحدث أو يتعامل مع هذه الفئة وكل الجهات اللي بتقدم خدمات للمواطنين، أن يكون هذا الشخص موجود أصلا يعني، وتكون ده عادي لأنه في ناس هتدخل هتحتاج خدمة مواطن زي أي مواطن. ده حقيقة. فأنا يمكن خليني أكون طماعة أكتر شوية، بس بما أنك موجود معنا أنا عايز أوضح نقطة، أن يعني في وزارات كتيرة وجهات كتيرة اتخذت القرار بخطوة أن هم يعلموا الموظفين لغة الإشارة. الموضوع ده ليه إيجابية وسلبية. الإيجابية أن فعلا في إتاحة لغة الإشارة للموظف ده. السلبية أن الشخص الموظف مش بيدخله كل يوم شخص أصم، فبالتالي بالتدريج مع الوقت المتروك بيفقد مهمة. اللغه او بمجرد ان هو ما بيتعاملش بيها بينسى. فانا بضم صوت الجمانه طبعا في ان وجود حد متخصص بيتعامل بشكل يومي او دي المهنه بتاعته هيوفر اتاحه لكتير من الناس. زي ما احنا دلوقتي بنتكلم ان اي مكان ممكن ندخل عليه يكون فيه رامب ويكون فيه اتاحه للاشخاص ذوي الاعاقه الحركيه، وجود لغه الاشاره مهمه جدا، لانها احنا بنتكلم ان الشخص الاصم لو ما قدناش نديله التوعيه الكافيه، الاتاحه الكافيه، الحق الكافي في ان هو يتعلم وياخد التوعيه القانونيه ويفهم اكتر عن حقوقه وعن حقوق بلده، لو ما عملناش ده ما نرجعش نلوم نقول الشخص الاصم هو ليه ما مش بيتطور. فرد من صحيح. المجتمع ما ينفعش يكون عايش في مجتمع لوحده او في عالم موازي. بس بما انك بقى معانا بشوي دلوقتي، كنت لسه بتتكلم على البرنامج بتاعك وان انت بتعلم كلمات معينه بلغه الاشاره في كل مجال، انت معانا النهارده، فبالنسبه للاعلام بقى ممكن تعلمنا ايه؟ ممكن نقول اسمائنا. يعني انا عايز اقول حاجه، احنا عندنا في لغه الاشاره لما انا باجي اعرف نفسي في حاجتين مهمين جدا، يا اما بقول اسمي في اول مره لحد ما اعرفوش بالحروف، فبقول له مثلا انا، اعمل معايا يا احمد، انا اسمي الف ح ميم دال، يبقى انا بقول انا اسمي شكل الحروف احمد. انا هنا الاشارات هي كلها شكل الحروف واخده من الشكل طبعا الوصفي، ولكن هي في الاول في اخر لغه اشاره. طيب لو احمد مثلا، خلينا نقول جمانه مثلا، قولي معايا انا اسمي الاسم طويل قوي جيم كده صح؟ اوكي واو ميم الف نون الف. طيب انا دلوقتي قلت اسمي، طب انا دلوقتي لو هبتدي ان انا يعني، ما هو مش كل شويه مثلا محمد صاحبي كل ما هند عليا هيقول لي انت فين يا احمد، احنا كده مش هنجمع جملتين على بعض، الموضوع صعب. فايه اللي بيحصل؟ ان احنا بنبتدي نعلم نفسنا باشارات معينه. على سبيل المثال احمد مثلا، ممكن انا كبشويه ابقى شايف ان هو على طول مثلا تسريحته بشكل معين، فهو مثلا بتبقى اشارته احمد. تمام. جمانه مثلا ليها قصه معينه او حاجه في ملامحها مختلفه. هو الموضوع ممكن يبان للناس ان هو تنمر شويه، لان لو حد مثلا سمين او اي حاجه تبتدي ان هم فين احمد. فلكن احنا في الاول وفي الاخر بنعرف نفسنا كاشاره، بتسهل على الطرف، بنعرف نفسنا كاشاره وبنعرف نفسنا كاسم اول مره لما بنيجي نتعامل مع اي حد. ما تيجوا نعرف ايام الاسبوع بتتقال ازاي بلغه الاشاره؟ ده مهم جدا. يلا نقول سبت حد اوكي حد اتنين الاتنين ده عشان نص الوش ونص الاسبوع. اوكي تمام. تلات ده تلت الجسم. تلات كده يعني كدا. بنعملها كده. اوكي ما تضحكش عليا. تلات اربع اربع دي ممكن يعني احنا لما بيجي نعلم المتدربين بنقول ان اربع معروف ان هي ليله حنه على طول، وهي تجيبها يعني احنا بالاشاره عشان نفكره. فعشان ما ننساش نقول له كده يعني حنه. تمام. الاربع طيب الخميس ده بيبقى اخر الاسبوع، فالواحد جاب روحه في مناخيره خلاص بقى نخرج بقى خلاص خميس. بس دي لغه الاشاره الدوليه؟ لا احنا عندنا في لغه الاشاره ان في كذا تصنيف للغه الاشاره حسب العادات والثقافات والتقاليد. بالظبط. يعني في حلقه من حلقات برنامج حكايه اشاره لما اتكلمت قلت ان احنا عندنا اكتر من 300 لغه اشاره في العالم. كل لغه ليها اشاره معينه. على سبيل المثال احنا عندنا اللغه العربيه المصريه، بس عندنا اللهجه العاميه. طيب عندنا الوجه القبلي غير الوجه البحري في معظم لكناته او اللهجات بتاعته. في نفس لغه الاشاره في نفس الموضوع ده، عندنا لغه اشاره مصريه بتختلف عن اي لغه تانية واي دوله تانية، ولكن في منها لهجات ولكنات وهي لغه اشاره مصريه، لكنه في لغه الاشاره. طبعا لان بس عشان زميلنا هشام في الكنترول عاوز يعرف الجمعه.
الجمعه. ايوه ده مهم جدا. دي صح. احنا ده الخميس جمعه خلاص بقى. الجمعه هنا ليه بقى؟ احنا قلنا روحنا في مناخيرنا الخميس خلاص اخر الاسبوع. الجمعه ده احنا بنقول الجمعه لان صلاه الجمعه بتخرج بتكون بصوت عالي. صوت عالي بنفكر الناس ان كده يعني الجمعه. يعني انا عندي سبت خميس. سبت بص هو انا هقول لك السبت لحد قصتهم. السبت ده اول يوم في الاسبوع في بدايه الشقه خلاص مكان كده ما فاهم بتحس ان انت خلاص بالظبط. الحد ده عشان معروف ان هو كل اعياد المسيحيين بتبقى يوم الحد فبنقول كده الحد. الاثنين قلنا عشان نص الاسبوع. طب ده في اسبوع العمل ده اسبوع اجازه يعني ده في اسبوع الشغل اللي فيه شقه. اه بالظبط. في اسبوع الاجازه احنا في الصيف والناس فرحانه وبتصيف فمش محتاج ان انت تعرف يعني قول الاشاره على طول. في حاجه مهمه جدا احنا في لغه الاشاره مش شرط ان كل الناس تبقى عارفه عن لغه الاشاره بقدر كافي وقدر كبير منه، ولكن انا لو قابلت شخص اصمم ازاي ابتدي اتعامل معاه. انا ممكن اقول له احنا عندنا في لغه الاشاره حاجه اسمها لغه اشاره عاميه ولغه اشاره اكاديميه. الاكاديميه دي اللي هي القاموس الاشاري. طب العاميه دي ايه يا جمانة؟ العاميه دي ان انا مثلا دلوقتي انا واقف فبسالك او حضرتك بتساليني اروح العماره الفلانيه فين، فبقول لك مثلا اخر الشارع يمين شمال هتلاقيها في وشك. دي مش لغه اشاره، دي حاجه وصفيه عاميه. آه صح. طيب لو الفكره دي بتتقال بالفطره يعني يمشي على طول يدخل يمين في شمال هتلاقيه في وشك. احنا زمان واحنا في الفصل لما كانت المدرسين بتشرح وانه عايزين ندخل الحمام كنا بنعمل ازاي؟ اهو اهو والله بسيطه الموضوع بسيط مش كبير يعني. في نفس الوقت لو قلت انا عايز اكل اشرب انام اصحى صبح الشمس بتطلع بالليل كل ده عمي. كل دي لغه اشاره عاميه موجوده في حياتنا بالفطره، بس احنا مشكلتنا ان احنا بنيجي قدام الشخص الاصم بنحس ان احنا توترنا وارتبكنا. يعني بلاقي ناس اللي هو ايه، انا قابلت شخص اصم وهو عنده مثلا خلفيه عن الاشاره، قابلت شخص اصم وتوترت ما عرفتش اعمل حاجه. طب يا ابني ما اتكلمتش معاه، طب ما ساعدتوش، طب ما شفتوش محتاج ايه، طب ما فتحتش حوار. الشخص الاصم هو شخص طبيعي جدا، ربنا عوضه بنعم وحواس اقوى مننا بكتيره. صحيح. جدا هو متفهم ان انا مش عندي خلفيه عن لغه الاشاره وعايز يساعدني، بس لازم المبادره تبدا مني الاول لان هو شاف ان حقه في سنين كتيره قوي كان مهدر. صح. فما كانش فيه تقبل من الناس بالظبط. يعني انا صح. استوقفني موقف كده كنت شايفه بين اتنين. الموقف ده كان حاجه كده فيديو لطيف على السوشيال ميديا. الناس كانت بتتكلم ان واحده دخلت قعدت واحده كانت بتتكلم طبيعي جدا، فدخلت قعدت جنبها واحده صم ففتحت حوار معاها فعرفت ان هي صم. قالت لها يا حرام حرام يعني ربنا يشفيكي. فابتدت البنت اللي جنبها تعمل ايه؟ ابتدت البنت اللي جنبها وهي قاعده تبتدي تفتح الفيديو وتتكلم مع حد وراحت بصلها وراحت مكلمها بالاشاره. فالتانيه توترت وقالت لها مش عارفه، قالت لها يا حرام ربنا يشفيكي. انت فاهم الموضوع في ايه؟ النظره بتختلف في حته ان انت ما تقولش عليا ان انا عندي مشكله. انا ممكن الدوله تبقى ادتني تعويض او ادتني خدمه علشان انا عندي مشكله معينه فتوفر لي بيها الاتاحه، ولكن ده مش معناه ان الصم وضعاف السمع هم عندهم اعاقه عقليه خالص. شخص طبيعي جدا طبعا. على فكره بالعكس ده احيانا مش احيانا ده كتير جدا تفكيرهم بيبقى انضج واعقل من ناس طبيعيه جدا حقيقي. وانا عايز اقول لك احنا لما ابتدى يتوفر فيه إتاحة في كل مكان عن لغة الإشارة وإن الصم يتعينوا في أماكن بتخدم المجتمع في الشارع العام. يعني أنا كان في موقف برضو حد بيحكي لي عليه من أصدقائي بيقول لي إن أنا داخل مطعم شهير ما طلبت أوردر فبتكلم مع الموظف ما بيردش عليا، فلقيته مرة بيعمل لي كده فبيقول لي أنا لقيته بيعمل لي كده اتعصبت قلت له إيه يا عم ده أنت عايز مش فاهم يعني إيه كده، فبيقول لي انا متعصب ومش فاهم. فراح مشاور لي على لوحه او ورقه مكتوب عليها الـ الاكل بالاشاره، فابتدى يشاور لي وابتدى يوضح لي ان في علامه بتقول ان هذا الفرع مثلا او هذا المطعم مخصص او موظفينه من الصم ضعاف السمع. بالمناسبه اقول لك على حاجه بقى، انا عارف المطعم اللي انت بتتكلم عليه واحلى فرع تاكل منه اللي فيه والله فعلا احلى فرع تاكل منه اللي فيه الناس اللي هي اللي بتتعامل الصم اللي هم الموظفين كلهم صم. دي حقيقه. وكلنا في حياتنا بنقابل مواقف كتيره قوي. موقف تاني برضو حد كان قاعد في قهوه وبيقول لي انا جاي اطلب مشروب، فاللي دخل عليا بقول له انا عايز كذا، فهو بيفهم لغه الشفايف الموظف او الشخص العامل في القهوه ده، فعرف هو عايز ايه فجاب القهوه. فهو الراجل وهو قاعد الناس الصم عشان برضو نبقى فاهمين الصم لما بيقعدوا مش بيقعدوا زينا. انت ممكن تقعد جنبي وانا وانت يبقى اتجاهنا في نظره معينه، لكن الشخص الاصم لما بيجوا الاشخاص الصم لما بيجوا يقعدوا بيقعدوا دايره علشان يفهموا بعض ويبقوا كلهم باصين لبعض. اخر حاجه عشان وقتنا انا نفسي في حاجه واحده ان مناشده وصوت من الصم لسياده الرئيس
ان احنا نفسنا ان عام 2024 يكون العام للغه نشر لغه الاشاره، يطلق هذه المبادره. ده صوته وهم مؤمنين على صوتك يا بشوي الحقيقه، ونتمنى ان هي بالفعل تعمم في كل مكان، مش هقول لك المدارس ولا الجامعات فقط، ويكون عادي زي ما احنا بنتكلم انه في لغات كتير بنتعامل بيها تكون هي لغه، وزي ما انت بتتكلم هي اتاحه بالزبط. زي ما عندنا فئات كتير جدا هي فئه من الفئات الموجوده، لازم نتعامل ان هي عادي فئه عاديه جدا، تتطلب ان احنا يكون عندنا حتى يعني خلفيه عن لغه الاشاره. انا بشكرك طبعا شكرا جزيلا بشوي عماد المترجم وخبير لغه الاشاره. شكرا بشكرك يا بشوي، يعني وفي الحقيقه انا مبسوط ان انا كنت موجود معاك النهارده، يعني شاب واعي مثقف وكمان محب للشغل اللي انت بتعمله، فربنا يجازيك خير يا رب ويكرمك. شكرا لك مشاهدينا، دلوقتي معادنا مع موجز الانباء 9 صباحا، معاكي مره ثانيه، اتفضلي. شكرا لك احمد. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرانتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي والتي تجمع مصر واليونان وقبرص، وذلك بمشاركة نظيريه اليوناني والقبرصي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال الاجتماع أكد شكري أن الآلية الثلاثية أصبحت محفلا رئيسيا للتشاور والتنسيق حول الملفات الإقليمية والدولية، فضلا عما تعكسه من التزام متبادل بترجمة التوافق السياسي إلى تعاون ملموس على أرض الواقع. وأوضحت الخارجية أن الاجتماع عكس حرص وزراء خارجية دول الآلية على تأكيد قوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع القاهرة وأثينا ونيقوسيا. عقد وزير الخارجية سامح شكري عددا من اللقاءات مع نظرائه على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحث شكري مع نظيره القبرصي سبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري. كما أكد شكري على أهمية ترجمة التقارب السياسي بين البلدين إلى مشروعات ملموسة تحقق مصالح البلدين. وعقد وزير الخارجية لقاء مع نظيره اليوناني، حيث أكد حرص مصر على دعم وتعميق العلاقات المتميزة وتفعيل أطر التعاون القائمة سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما في إطار منتدى غاز الشرق المتوسط. هذا وعقد وزير الخارجية لقاء مع نظيره البرتغالي، بحث خلاله دفع العلاقات الثنائية والارتقاء بوتيرة الزيارات المتبادلة. أكد وزير الخارجية سامح شكري التزام مصر الثابت تجاه توفير الدعم لتعزيز تثبيت الهدنة الإنسانية في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام وجامع لكافة الأطراف اليمنية يحفظ وحدة الشعب اليمني الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه. جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي، حيث أكد شكري استمرار مصر في مساعيها لتخفيف الأعباء الاقتصادية والإنسانية عن الأشقاء في اليمن. من جانبه أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره للدور المتوازن والداعم الذي تتبناه مصر تجاه تعزيز الاستقرار والوصول لحل مستدام في اليمن، مثمنا استضافة مصر لأعداد كبيرة من الأشقاء اليمنيين على أراضيها. قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إنه يفضل التوصل إلى حل سلمي للصراع في البلاد. وأضاف البرهان في تصريحات لوكالة رويترز على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن محادثات جدة لا يزال من الممكن أن تنجح. ونفى البرهان الاتهامات الموجهة للجيش بارتكاب أعمال عنف، لافتا إلى أنه لا توجد قوات كافية من الجيش في غرب دارفور لوقف العنف. أعلنت كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان عن قلقها البالغ إزاء النقاش الذي دار بين روسيا وكوريا الشمالية بشأن التعاون العسكري بينهما وشمل صفقات أسلحة محتملة. وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين ووزيرة خارجية اليابان يوكو كاميكاوا اتفقوا خلال اجتماع قصير على الرد بحزم على أي أعمال تهدد الأمن الإقليمي في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
صرح وزير الدفاع في تايوان تشيوكو تشينغ أن تزايد وتيرة الأنشطة العسكرية الصينية حول تايوان في الآونة الأخيرة يزيد من احتمال خروج الأحداث عن نطاق السيطرة ووقوع اشتباك عرضي. وذكر تايوان أن الصين أجرت خلال الأسبوعين الماضيين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة شاركت فيها عشرات المقاتلات والطائرات المسيرة وغيرها من الطائرات وقاذفات القنابل، بالإضافة إلى السفن الحربية وحاملة الطائرات الصينية شاندونغ. قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديز دامبرو إن الاتحاد الأوروبي ليست لديه نية لفك الارتباط مع الصين، لكنه يحتاج إلى حماية نفسه في المواقف التي يساء فيها استخدام انفتاحه. وصرح المفوض في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لقمة بان في شانغهاي أن الاتحاد الأوروبي سجل تجارة ثنائية قياسية مع الصين العام الماضي لكنها غير متوازنة للغاية، مشيرا إلى عجز تجاري بل حوالي 400 مليار يورو. انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. قادة النصر، المشير أحمد إسماعيل مشير النصر. المشير أحمد إسماعيل هو القائد العام للقوات المسلحة في حرب أكتوبر، والرجل الذي أعاد الهيبة للجيش المصري بعد أن أثبت فشل نظريات العدو وتسبب في تغيير قادته أثناء الحرب. ولد أحمد إسماعيل علي في 14 من أكتوبر عام 1917 في شبرا، وتعلم في مدارسها الابتدائية والإعدادية، وبعد أن أنهى دراسته الثانوية حاول الالتحاق بالكلية الحربية لكنه فشل، فالتحق بكلية التجارة، وفي العام التالي عاد للمرة الثانية ليتقدم للكلية الحربية، فتم رفضه مرة أخرى، لكنه أصر أن يذهب للمرة الثالثة، وكان بصحبته زميله محمد أنور السادات، وتم رفضهما معاً لأنهما من عامة الشعب، لكنهما لم ييأسا، وذهبا في العام التالي ليتم قبولهما أخيراً. شارك إسماعيل في حرب فلسطين 1948، وبعد عامين حصل على ماجستير في العلوم العسكرية. وعندما وقع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، كان قائد للواء الثالث في رفح، ثم في القنطرة شرق، وكان أول متسلم مدينة بورسعيد بعد العدوان. وبعد سنوات تولى قيادة قوات سيناء، ثم صار رئيس للقوات البرية، وفي أكتوبر 1972 اختاروا الرئيس السادات ليكون قائد عام للقوات المسلحة ليبدأ إعداد الجيش لأهم مرحلة قبل الحرب. واستطاع الفريق أول إسماعيل مع الفريق سعد الدين الشاذلي واللواء عبد الغني الجمسي وضع خطة الحرب وتجهيز الجيش ليوم العبور، ووضع إسماعيل أمامه عدة أهداف للحرب، منها الهدف السياسي الاستراتيجي، ويتمثل في إثبات فشل نظرية الأمن الإسرائيلي التي تعتمد على الحدود الآمنة. أما الهدف العسكري فهو هزيمة العدو في سيناء والسيطرة على مناطق ذات أهمية استراتيجية تهيئ الظروف المناسبة لتحرير الأراضي المحتلة بالقوة. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. أيام قليلة بتفصلنا عن ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة، نصر السادس من أكتوبر عام 1973 اللي بيعتبر صورة حية لتلاحم الدول العربية في مواجهة العدو. الحقيقة كانت مواقف الدول العربية واضحة جدا في حرب أكتوبر، سواء كان في النواحي العسكرية أو حتى الاقتصادية. ده حقيقة جمالة، كان في دعم عربي واضح لمصر خلال حرب أكتوبر، هنتعرف عليه من خلال ضيفنا الكريم في الاستوديو سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق وكمان واحد من المشاركين في حرب أكتوبر كمقاتل. صباح الخير سعادة السفير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. اهلا بحضرتك. يعني سعادة السفير، في البدايه حضرتك كنت احد المقاتلين في حرب اكتوبر وكنت موجود على الحدود في اكتوبر 73 تحديدا. عاوزين نعرف من حضرتك تفاصيل ما تتذكره عن هذا اليوم ودعم الدول العربيه لمصر في حرب اكتوبر. يعني صراحه هو احنا يوم 6 اكتوبر القادم بنحتفل ليس في مصر فقط، لكن مصر وسوريا والعالم العربي شرقا وغربا بمرور نصف قرن على يوم من أجمل وأغلى
الأيام في تاريخ مصر وتاريخ الأمة العربية. يوم السبت الموافق 6 أكتوبر 73. لكن عندما نتحدث عن حرب أكتوبر يجب أن نعود بذاكرتنا إلى العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والضفة الغربية وغزة ولبنان في يونيو 67، والتفاف الدول العربية في ذلك الوقت في قمة الخرطوم في أغسطس 67 التي تعرف بقمة اللقاءات الثلاثة، والتي قدمت كل الدعم السياسي والمادي والاقتصادي لدول المواجهة، ومصر كانت من دول طبعا المواجهة. ده تزامن هذا الدعم العربي كان له هدفين رئيسيين. الهدف الأول هو دعم مصر في جهودها لإعادة بناء قواتها المسلحة، والهدف الثاني هو تعويض مصر عن فقدان دخلها من قناة السويس. والدول العربية وخصوصا المملكة العربية السعودية والكويت هم كانوا أكبر الدول في ذلك الوقت التي قدمت الدعم المادي والمعنوي والسياسي لمصر في إعادة بناء القوات المسلحة. وفي هذا السياق اسمحوا لي أشير إلى الموقف القومي اللي اتخذه الرئيس الجزائري الأسبق الرئيس هواري بومدين بعد عدوان 67. سافر إلى موسكو واجتمع مع ليونيد بريجنيف سكرتير عام الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي سابقا، وقال له وقدم له شيك وقال له احنا مستعدين، العالم العربي او الجزائر مستعدية تدفع ما يطلبه الاتحاد السوفيتي سابقا لإعادة بناء القوات المسلحة المصرية. كذلك وقفت الدول العربية معنا في حرب الاستنزاف. برضو احب اقول للاجيال اللي ما عصرتش هذه الفترة إن حرب أكتوبر لم تأتي من الفراغ. حرب أكتوبر سبقها طبعا إعادة بناء القوات المسلحة، المجهود الحربي، وحرب الاستنزاف. حرب الاستنزاف عندما نتحدث عن حرب أكتوبر من ناحية العسكرية ومن ناحية السياسية يجب دائما أن نأخذ في الاعتبار حرب الاستنزاف، وليس فقط حرب الاستنزاف وإنما بناء حائط الصواريخ سام 6، صواريخ أرض جو اللي في ذلك الوقت كانت أحدث صواريخ أرض جو موجودة في العالم. فعندما نتحدث عن حرب أكتوبر يجب أن نأخذ هذا في الاعتبار. نأتي للحرب. الحرب حضرتك دي كانت حرب أولا مصر وسوريا. صحيح. يعني عندما نتحدث عن حرب أكتوبر يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار أن دي كان حرب مشتركة بين مصر وسوريا. وأول شيء. تاني شيء أنه العالم العربي كله شارك فيها. يعني أتذكر أنه كان في كتيبة كويتية، كان في جنود وضباط سعوديين، وكان في كتيبة سودانية، يعني شهداءنا كان في إلى جانبهم شهداء عرب. كذلك الجزائر بعثت لنا بأكثر من 100 دبابة، ويعني أنا شخصيا شفت هذه الدبابات. يعني مش ريت، أنا شفت هذه الدبابات. دبابات الجزائر بعتتها لنا قبل اتفاق وقف إطلاق النار اللي صدر في 22 أكتوبر 73 بموجب قرار مجلس الأمن 338. فالعالم العربي كله كان بيحارب في حرب أكتوبر. طبعا اقتحام قناة السويس تم بالجنود المصريين، وكان معهم جنود عرب. واليوم عندما نستذكر هذه اللحظات الخالدة في تاريخ الأمة العربية وفي تاريخ مصر يجب أن نحيي كل الدول العربية التي شاركتنا في تحقيق هذا الإنجاز العسكري الكبير، ألا وهو اقتحام مانع مائي. قناة السويس عسكريا بتعتبر مانع مائي، وفي هذا الإطار تعتبر من أكبر الموانع المائية اللي كان فيه جيوش يجب أن تعبرها.
احنا دايما اعلاميا بنقول العبور العبور العبور، لكن عسكريا الكلمه الدقيقه هي اقتحام. لماذا؟ عندما تتقدم في ثلاث خطوط تم اقتحام، عشان في ثلاث خطوط تم اقتحامهم. لا هو المانع المائي والساتر الترابي وخط بارليف. هو ليه بنقول اقتحام بالنسبه للمانع المائي؟ لان اما القوات، اي قوات بتتقدم وتواجه مانع مائي، اذا ما كانش في عدو على الضفه الاخرى من المانع المائي بنقول ان القوات بتعبر. لكن لما يكون العدو على الضفه الاخرى من هذا المانع المائي، فالقوات في هذه القوات التي تتقدم في هذه الحاله لا نقول انها تعبر، نقول انها بتقتحم المانع المائي. لماذا تقتحم؟ لانها بتقتحم في اشتباك امام نيران العدو. طبعا كنت اتمنى ان الفقره تسمح ان احنا نشرح خط برلاف، لكن عموما اما اتبنى خط برلاف، رئيس اركان رئيس اركان القوات الاسرائيليه في ذلك الوقت قال ان ولا قنبله ذريه صحيح تستطيع ان تهدم خط برلاف. احنا الحمد لله الجيش المصري جيش 73 نجح في اقتحام قناه السويس. يعني الاقتحام بدا 2:30 يوم السبت 6 اكتوبر 73 على الساعه 7 مساء هذا اليوم الخالد في تاريخنا، كان في 5 فرق مصريه موجوده على الضفه الشرقيه لقناه السويس. يعني صراحة اللي حصل يوم السبت 6 أكتوبر 73 ده إنجاز تاريخي طبعاً. ومعجزة تاريخية. بعد في أكتوبر 74 القوات المسلحة نظمت ندوة دولية عن حرب أكتوبر. ياريت الأجيال الجديدة اللي ما عصرتش هذه الفترة تطلع على ما قاله الخبراء العسكريين. الجيش المصري دعا خبراء من أمريكا ومن العرب ومن أوروبا ومن الاتحاد السوفيتي. أما يعني أنا أتذكر حضرت الندوة دي. أما يعني ياريت يعاد نشر جزء من الأبحاث التي قدمت في ندوة أكتوبر 74 عن المعجزة التي تمت في 73. يعني أنا عشان الموضوع الحلقة هو مصر والعالم العربي، مصر انتصرت في حرب أكتوبر في إطار تضامن عربي صحيح. ولم يقتصر التضامن العربي على حرب أكتوبر فقط، لكن بعد حرب أكتوبر وكيف قادة المملكة العربية السعودية في ظل طبعا يعني فترة حكم فيها الراحل الكبير الملك فيصل الله يرحمه، الحظر البترولي للرد على التأييد السافر للولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية ومن ضمنهم هولندا قدموه لإسرائيل سياسيا وعسكريا. أمريكا في 73 ابتداء من 9 أكتوبر 73 قدمت في ذلك الوقت 5 معدات عسكرية وأسلحة كان ثمنها في ذلك الوقت 55 مليار دولار. 55 مليار دولار جسر جوي وجسر بحر. لكن الحمد لله الجيش المصري في 73 حقق معجزة عسكرية. واليوم حضرتك احنا يجب ان 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 ان, أن يعني نعرب عن تقديرنا وعرفاننا اولا للقادة، اولا القادة العسكريين اللي اعادوا بناء القوات المسلحة وعلى رأسهم الفريق اول محمد فوزي والشهيد الفريق عبد المنعم رياض رئيس اركان القوات المسلحة المصرية الذي ذهب يوم 9 مارس 69 الى الجبهة ليكون مع الضباط وصف الضباط والجيش واستشهد في يوم 9 مارس. طبعا كل التحية لأرواحهم الطاهرة. ويمكن سعادة السفير
على ذكر حضرتك لقصة دعم الجزائر تحديدا حتى لمصر ورئيس هواري بومدين، وقتها حتى كانت الفكرة أنه كان في تعنت من الاتحاد السوفيتي وتسليم الأسلحة لمصر إلا بعد دفع المبلغ كامل، وساعتها رئيس هواري بومدين تصرف حتى بدون أنه ما يرجع للرئيس أنور السادات، وكانت خلينا نقول بتصرف منه هو كان حابب أنه يساعد مصر وقتها، ويساعد أنه هو كان بالنسبة له أنه أهم حاجة أنه مصر تقدر تنتصر في هذا الحرب لأنها رد كرامة للدول العربية أكملها. عايز أعرف من حضرتك كمان لو هنتكلم على دور العراق، العراق كان ليها دور كبير جدا أيضا في دعم مصر. بس اسمحي لي أعلق على حاجة. تفضل. طبعا دور الجزائر ما كانش مقصور على فترة اللي حكم فيها الرئيس سادات. طبعا دور الجزائر حضرتك كان بدأ في دعم مصر عسكريا وماديا ابتداء أو عقب العدوان الإسرائيلي على مصر فورا، ده كانت فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. دي أول حاجة. تاني شيء حضرتك قلتي الاتحاد السوفيتي ما كانش عايز يسلم أسلحة. لا، إحنا كيسنجر ذكر للرئيس السادات بعد في عند أول زيارة قام بها لمصر بعد حرب أكتوبر، قال للرئيس السادات، قال له الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح للسلاح السوفيتي أن ينتصر على السلاح الأمريكي. لأنه عندما نتحدث عن حرب أكتوبر، حرب أكتوبر من وجهة نظر القوى الكبرى ده كان صراع بين القوى الكبرى. لماذا؟ صحيح. وأمريكا ما كانتش عايزة تنهزم مرة ثانية بعد وهي مهزومة في فيتنام نتيجة طبعا الدعم الصيني والسوفيتي لهوشيمين رئيس فيتنام في فيتنام الشمالية في ذلك الوقت. فطبعا أمريكا كانت في 73 لا تتحمل استراتيجيا في إطار المواجهة مع الاتحاد السوفيتي هزيمة أخرى في حرب أكتوبر، وإحنا دفعنا الثمن، إحنا دفعنا ثمن هذا. لكن عموما هواري بومدين والجزائر حضرتك الاتحاد السوفيتي إحنا انتصرنا بالسلاح السوفيتي، صحيح، واقتحمنا قناة السويس بالاتحاد السوفيتي، وحائط الصواريخ، حائط الصواريخ سام 6 يعني لول حائط الصواريخ ده لعب دور كبير جدا 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 في حماية القوات المصرية يوم 6 أكتوبر 73 التي كانت تقتحم قناة السويس، لأنه حيد الطيران الإسرائيلي حتى 16 أو حتى 17 أكتوبر. يعني طبعا أنا مهما تكلمت على اللي حصل لكن الوقائع التاريخية موجودة ومتسجلة. طبعا بعد كده حضرتك في كلام اتقال على دور الاتحاد، لا الاتحاد السوفيتي ادانا احدث سلاح احنا كان عندنا بالفعل الاسلحه وصلت. طب بالفعل الاسلحه وصلت، لكن هو كان في يعني لا اريد ان ادخل في التفاصيل دي لان ليس لهذا مجال. كان في حضرتك يعني في فتره حكم الرئيس السادات كان في يعني التواصل مع الاتحاد السوفيتي لم يكن سلسا. فلكن احنا او الجيش المصري 73 كان عنده احدث اسلحه في العالم. ودي والاسلحه دي كلها كانت مصدرها الاتحاد السوفيتي، فلا ينبغي ان ننسى ابدا دون الاتحاد السوفيتي. حضرتك بعد كده بقى حصل كلام وحصل، بس ده مش صحيح يعني، كل الكلام اللي بيتقال غير صحيح عن الاتحاد السوفيتي كان متردد مش متردد. ايوه نعم الرئيس السادات احنا كنا راح سافر مرتين الى موسكو وجلس مع القيادة السوفيتية بريجنيف بوتجورني كوسيجن وشرح لهم وهم لبوا. كان الرئيس السادات بيقدم مطالب بقوائم أسلحة قائمة متطلبة وكانوا هم بيستجيبوا. يمكن كان القرار السوفيتي بطيء بعض الشيء لكن عند الحرب الجيش المصري كان السلاح موجود وكان 73 كان عنده كل الأسلحة اللي تمكنه من اقتحام قناة السويس وإن هو يحطم خط برلاف في 6 ساعات. بس هنا عاوزين نتكلم برضو سعادة السفير على نقطة مهمة جدا، لأن كان السلاح موجود كان السلاح موجود، لكن لو هنتكلم على سلاح زي سلاح الطيران كانت كفاءة أو حداثة السلاح اللي موجود للطيران لا تضاهي الطيارة الفانتوم مثلا الإسرائيلية اللي كانت موجودة، وهنا كان الأمر يعتمد على كفاءة المقاتل المصري. بالمناسبة بمناسبة ذكر الطيران بس أحب يعني في إطار نتذكر شهداءنا
نتذكر النقيب طيار عاطف السادات شقيق الرئيس أنور السادات محمد أنور السادات. كان من أول شهداء سلاح الطيران في 6 أكتوبر 73. سلاح الطيران المصري، وهنا يجب يعني طبعا نتذكر الدور اللي قام به الرئيس الراحل حسني مبارك لما كان مدير الكلية الجوية، صحيح، ثم كان هو قائد سلاح الطيران في حرب 73. فيجب أن نعترف ونعترف بالدور الكبير اللي قام به. حضرتك قلت طبعا أمريكا زودت الفانتوم اللي هي أساسا الأف 4 الأف 4 مقاتلة 4 من أحدث المقاتلات في جيل الرابع، وإحنا كنا بنتعامل بجيل الأول. لكن هي زودت إسرائيل بالفانتوم ده خلال حرب الاستنزاف، لأن القوات المصرية خلال حرب الاستنزاف كبدت القوات الإسرائيلية على الضفة الشرقية من قناة السويس خسائر بشرية فادحة وخسائر في المعدات. فالولايات المتحدة الأمريكية لكسر الإرادة المصرية بدأت تزود إسرائيل بالفانتوم الأفور، لكن الحائط الصواريخ سام 6 أبطل مفعول الفانتوم خلال عملية الاقتحام. وحتى 17 أو 18 19 أكتوبر الطيران الإسرائيلي ما كانش قادر يقوم بتدمير أو بشن هجوم على القوات المصرية في الضفة الشرقية. لكن إحنا استطعنا بالتخطيط، إحنا حضرتك يوم السبت 6 أكتوبر 73 الساعة 2، من الساعة 2 ل 2:30 كان في حاجة اسمها التمهيد النيراني. التمهيد النيراني دوت كان بيعتمد على سلاح الطيران سلاح الجو المصري بيدمر كل المواقع الخلفية لإسرائيل اللي هي قوات الاحتياطي بتاعهم في عمق سيناء. وفي نفس الوقت دوت خلال النص ساعة دي سلاح المدفعية للجيش الثاني كان بقيادة المشير الله يرحمه محمد، كان ساعتها طبعا العميد محمد عبد الحليم أبو غزالة، مدفعية الجيش الثاني ومدفعية الجيش الثالث ساعتها كان قائدها اللواء أركان حرب منير شاش. نص ساعة حوالي 2500 مدفع بيدمر خط بلف. فحضرتك احنا استطعنا خلال النص ساعة دي سلاح الطيران من جانب وسلاح المدفعية للجيش الثاني والجيش الثالث من جانب آخر، ان احنا اولا نحيد الاحتياطي الإسرائيلي اللي متمركز خلف حائط برلاف، واستطعنا ان احنا ندمر النقاط الحصينة اللي كانت حضرتك على خط برلاف. وخط بلاب ما كانش بس نقاط حصينة يعني ممكن نتكلم كتير معه. لكن عموما حضرتك الدرس اللي ممكن نطلع بيه من حرب أكتوبر إن النصر انتصار مصر وانتصار مصر في حرب أكتوبر ده كان جاء في إطار تضامن عربي ومساندة عربية سياسية، صحيح، وعسكرية ومالية ومعنوية. واستمرت هذه المساندة لأنه العالم العربي في ذلك الوقت كان بينظر إلى مصر إن مصر هي ضمير الأمة العربية، هي اللي بتدافع عن مصالح وحقوق الأمة العربية، هي اللي بتدافع وهي حائط الصد أمام، صحيح، التوسعية والعدوانية الإسرائيلية. صحيح. طيب سعادة السفير، زي ما حضرتك ذكرت منذ قليل إنه حرب أكتوبر كانت على جبهتين، الجبهة المصرية وأيضا في سوريا. لو حضرتك تحدثنا أيضا عن الدعم على الجبهة السورية. العرب قدموا الدعم حضرتك لمصر ولسوريا، والدعم اللي اتقرر حضرتك في مؤتمر اللقاءات الثلاثة أو قمة اللقاءات الثلاثة القمة العربية في أغسطس 67 في الخرطوم حضرتك كان مصر وسوريا، ودوت اللي سمح لكل من مصر وسوريا إعادة بناء القوات المسلحة، أو تحديدا مصر إعادة بناء القوات المسلحة. تاريخيا الأمة العربية بتنتصر دائما
في جميع حروبها ومعاركها بالاتحاد بين مصر وسوريا. والأمة العربية تاريخيا تخسر عندما يتم الوقيعة بين مصر وسوريا. صحيح. دوت أما نقرأ تاريخ الأمة العربية هنرى أن أحد ثوابت هذا التاريخ أو أحد ثوابت الاستراتيجية العربية هي التلاحم والاتحاد بين مصر وسوريا أو الوحدة بين مصر وسوريا بأي شكل من الأشكال. ده أكبر درع وأكبر حصن. صحيح. يمكن عشان كده بيتخوف البعض من رجوع سوريا مرة تانية للمشهد السياسي بقوة ومقعد دائم في الجامعة العربية، لكن ده يعني مش هنتكلم فيه دلوقتي. لكن عاوزين برضو نتكلم على الجبهة الأردنية، لأن أعتقد كانت من أقوى الجبهات. الجبهة الأردنية طبعا حضرتك يعني طبعا القدس الشرقية تم الاستيلاء عليها وما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي، والدعم الأمريكي بالمناسبة كان في جنرال أمريكي في القيادة العسكرية الإسرائيلية، أمريكا أوفدته عند قيام الحرب لمساعدة إسرائيل. إسرائيل والقادة الإسرائيليين في التعامل. ده غير الجسر الجوي. لولا هذا الجسر الجوي، لولا الجسر الجوي لكان الوضع في المنطقة الوقت يختلف تماما، بما في ذلك على الجبهة الأردنية. عموما حضرتك يعني دي من أغلى الذكريات بالنسبة لمصر وللشعب المصري وللشعوب العربية جمعاء. وإذا كان في دروس مستفادة من حرب أكتوبر فهي إنه كلما توحد العرب كلما انتصروا، وكلما تفرق العرب كلما خسروا. الآن السؤال اللي بيطرح نفسه، ماذا بقى من هذه الذكرى الغالية على القلب، ذكرى حرب أكتوبر والتضامن العربي في أسمى صوره في حرب أكتوبر؟ الوضع المشهد الإقليمي كله اختلف كلياً الوقت، ومحتاجين كدول عربية إن احنا نعرف احنا عايزين ايه. صحيح. ايه الهدف اللي ممكن تلتف حوله الأمة العربية؟ أمس رئيس الحكومة الإسرائيلية ألقى خطاب أمام في إطار المناقشة العامة للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأظهر خريطة. الخريطة دي ما كانش فيها فلسطين. فالنهاردة إيه رد الأمة العربية على هذا؟ أين ذهبت فلسطين؟ صحيح. كل الناس بتتكلم على السلام، لكن هل ممكن يبقى فيه سلام من غير فلسطين؟ بكل تأكيد لا. يعني على الدولتين ده سؤال قادة الدول العربية يردوا عليه. يمكن احنا لو هنتكلم حتى عن موقف مصر طبعا وموقف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما ما يركز على القضية الفلسطينية، ودائما ما يذكر أنها القضية المركزية بالنسبة مش بس لمصر، للعالم العربي في الحقيقة. هرجع مع حضرتك مرة تانية للدعم العربي. ممكن زي ما حضرتك قلت الحقيقة هو مشهد وذكرى ودرس مستفاد، لو رجعنا لي مرة تانية أعتقد المنطقة هتختلف بشكل كبير جدا. هرجع لدور السعودي لأن هو كمان دور بارز جدا الحقيقة. عايز أعرف من حضرتك فكرة الحظر البترولي لدول الغرب في هذه الفترة، لأي مدى أثر على المجريات الحرب؟ إزاي كان دور داعم؟ لأنه يمكن التفاصيل دلوقتي مش واضحة حتى للجيل الجديد للأسف، مع وجود السوشيال ميديا فندم بقت حتى بيبقى فيه معلومات مضللة، بقينا بنشوف مزايدات، بقينا بنشوف الأخبار والذكريات كتير جدا بيدخل فيها أخبار خاطئة. فبما أن حضرتك معانا النهاردة وحضرتك شاهد على هذا العصر، خلينا نعرف من حضرتك تفاصيل هذه المساعدة تحديدا. حضرتك الحظر البترولي الفضل فيه يرجع للراحل الكبير الملك فيصل. الملك فيصل
كان من ألد أعداء الصهيونية كشخصية أو كاريزميته يعني كانت لأنه عاصر في شبابه مأساة نكبة النكبة وفهم واستوعب كافة القادة العرب باستثناءات قليلة جدا في ذلك الوقت عرفوا وأدركوا خطر إسرائيل على الأمة العربية. فالملك فيصل لما رأى الدعم الأمريكي والدعم الغربي لإسرائيل ضد القوات المصرية والسورية والوحدات العربية التي شاركت مع الجيشين المصري والسوري في هذه الحرب المجيدة، قال إنه عقوبة لهذه الدول حظر بترولي. وفعلا حضرتك الحظر البترولي أثر على هذه الدول وخلاها على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الدول الغربية، أثر بشكل كبير جدا جدا. والاقتصاد الغربي بعد الحظر البترولي لم يعد كما كان قبل الحرب أكتوبر، وارتفاع أسعار البترول كهو كان فيه الحظر البترولي الأول ثم الحظر البترولي الثاني. هنري كيسنجر، وأنا يؤسفني أن في ناس في مصر احتفلت بهذا الرجل واحتفلت أن هو بلغ من عمره 100 عام. هذا الرجل لا ينبغي لأي قوم عربي ولأي وطني مصري أن يحتفل به، لأن هو بالنسبة للحظر البترولي هو له مقولة في ذلك الوقت، قال أنا هجعلهم، بيشير إلى العرب، أن يرجعوا 200 سنة للخلف. إزاي؟ أن أنا أولا أنشأ الوكالة الدولية للطاقة، في حاجة اسمها الوكالة الدولية للطاقة، ودي من بنات أفكاره، ومهمتها الوحيدة هي عدم تكرار الحظر البترولي العربي مرة أخرى. وبتلعب دور طبعا لا يتفق مع مصالح الدول العربية المنتجة للنفط، ده أول شيء. تاني شيء حضرتك إن هو طبعا الحظر البترولي جعل المواقف الغربية على الأقل ظاهريا أو تكتيكيا، بدل ما تكون داعمة 100% لإسرائيل، يعني تكتيكيا إن هي تحاول إن هي تستمع إلى وجهة النظر العربية، تقدم بعض التنازلات، لكن لم تكن تنازلات على المستوى الاستراتيجي. صحيح. الدعم استمر لإسرائيل وحتى الآن. فالحظر البترولي حضرتك كان صورة من صور التضامن العربي في حرب أكتوبر. وحرب أكتوبر ممكن نسميها حرب 6 سنوات، يعني 67 إعادة بناء القوات المسلحة، حرب الاستنزاف، حرب أكتوبر، الحرب ممكن نسميها حرب 6 سنوات. صحيح. ويمكن الحرب كمان ما انتهتش إلا بتكليل جهود الدبلوماسية المصرية لاستعادة آخر يعني شبر في الأراضي المصرية وهو طابة تحديدا. بنشكر حضرتك في الحقيقة سعادة السفير، وكل السرد اللي حضرتك قلته ده بيؤكد حاجة واحدة، إن في التضامن قوة، وإن الدول العربية كانت تعي جيدا أهمية ومركزية مصر، لأن مصر بالعرب قوة والعرب بمصر قدرة. بنشكر حضرتك السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. شكرا لفندم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقرات، نستنونا. امبارح انطلقت فعاليات الدور 7 للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة أولادنا من المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
يمكن الاحتفالية دي يا جمانة تحديدا كان فيها كبار النجوم، لأنه كان بيعتبر ملتقى بينظمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة تحت شعار الحياة الحلوة، وهتستمر لحد يوم 29 سبتمبر الجاري. امبارح كمان كان في احتفالات شارك فيها فنانين الكبار، صفاء أبو السعود، هاني شاكر، كمان مع مجموعة من أولادنا من ذوي الهمم اللي أبدعوا في لوحات فنية وغنائية هيستمر خلال أيام المهرجان. نحن مشاركين هلا أول شيء بفرقة فولكلور سوري، ثاني شيء نحن مشاركين شيفات محكمين لذوي الهمم او الاحتياجات الخاصه، يعني اول سنه نحن بنشارك كشيفات وبندرب الناس او الاولاد اولادنا على هيك شيء. انا حضرت عشان اعمل اغنيه رقصه مع صفاء سعود ورنا شوقي وسيف طارق، ورحنا لقاعه موسيقيه عملنا التمرين شكرا مع مخرج وال ما صفاء سعود. والله انا يوم حلو جدا، بسط يعني جد يعني اقول لهم شكرا. شكرا عشان معاكم الحياه حلوه. ملتقى اولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصه في عامه السابع وتحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحقيقه تحول الى مجموعه مهرجانات مع بعض من كتر الفعاليات المتنوعه اللي احنا بنشتغل فيها كل سنه بقالنا 7 سنوات يعني. فهو مجموع خليط بين مهرجان سينما ومسرح واستعراضات وغناء وفنون تشكيليه، كل اتجاه فني موجود فيه فعاليات عالميه ودوليه. مشترك معنا السنه دي 41 دوله سواء عربية، إفريقية، أوروبية. مبسوط قوي إني موجود النهاردة واليوم مختلف واسمه الحياة حلوة، وإحنا محتاجين نحس إن الحياة حلوة فعلا الفترة دي. عامل أوبريت اسمه شكرا، لأن الأطفال هم اللي بيقولوا شكرا لأهاليهم، لأن دايما إحنا بنبص على الأطفال مش بنشوف التعب اللي بتعبوه أهاليهم معاهم برضو. فدي رسالة موجهة من الأطفال لأهاليهم النهاردة في أوبريت شكرا لمصر اللي مجمع الناس دي كلها، أكتر من 41 دولة. شكرا لفخامة الرئيس لأنه برضو شاور على الناس دي وقال في أحد اللقاءات إن ربنا بيرزقنا بيهم كمان. إحنا في صحيح بقالنا 7 سنين بنشتغل معاهم، بس السنة دي أنتوا هتستغربوا، أنتوا مش هتعرفوا تفرقوا بين أولادنا العاديين وأولادنا ذوي القدرات، لأن هم اللي بقوا دلوقتي يعني الواجهة المشرفة. وبعدين اللي حاصل دلوقتي أنا كل سنة بقول لكم ده مهرجان حب، ده مهرجان كل الناس بتتعاون، لا السنة دي وهقولها فعلا تاني على المسرح، ده مهرجان العشق، لأن كل الناس بتحب بعضها. يمكن الشعار للنسخة السنة دي من المؤتمر الحياة حلوة، وهي فعلا الحياة حلوة بوجود ذوي الهمم وإعادة دمجهم مرة تانية في المجتمع. ومن هنا كمان بنوجه رسالة شكر مش بس للسيد الرئيس اللي ادى حقوقهم ل يعني وجه بوجود حقوقهم في المجتمع وإعطاء كافة حقوقهم في المجتمع وتذليل كل العقبات أمامهم. شكرا أيضا كمان يا جمانة لكل الأهالي اللي قدروا إن هم يدعموا ولادهم ويقفوا جنبهم وينموا مهاراتهم لحد ما نشوفهم النهاردة بيتم دمجهم في المجتمع. طبعا وشكر موصول لكل مدرس وكل مدرسة وكل شخص قدر ان هو يقوم بدور ولو بسيط حتى في انه يحسن من نفسية او ان هو يزود ثقة طفل من اطفالنا من ذوي الهمم في نفسه ويحس ان هو واحد مننا، وانه بالعكس هو مميز، هو مش ما عندوش مشكلة، هو مميز عننا بشكل من اشكال. صحيح. الله خصه بميزة تخصه هو، زي ما نقول كلنا مختلفين ولازم كلنا نتقبل اختلافات بعض ونتعامل ونتعايش معها. على أي حال مشاهدينا خلصت حلقتنا النهاردة، نشوفكم إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد. صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.